وقلنا ان اصابات الراس عباره عن اربع حاجات. نمره واحد اصابات فروه الراس اللي هي السكال انجري. نمره اثنين اصابات العظم نفسه اللي هو السكال. بعد كده اصابات المينينجيز ديورا اكسترا ديورا هيموريز وصاب ديورا والكلام ده كله. واخيرا اصابات البرين. النهارده ان شاء الله نخلص اول ثلاثه منهم باذن الله، اصابات السكال والسكال والمينينجيز، ونخلي البرين بقى اللي هو الاصعب نخليه بكره ان شاء الله او يوم الخميس بقى، بكره مفيش درس. بالنسبه للسكالب انجريز في الاول كده نفتكر مع بعض اصابات فروه الراس. نفتكر كلام زمان بتاع الاناتومي، كنا عارفين ان السكالب عباره عن خمسه لايرز، خمس طبقات مش كده؟ اول طبقه اللي هي الاس اللي هي السكين اللي فيها هير دي، بعد كده السي اللي هو الكونكت تيشو اللي تحتيها، الاي اللي هي الابونيروزس او الجاليه. ايه الابونيروزس دي اللي هي؟ انتوا عارفين في عضله اسمها اوكسيبتو فرونتاليس ماسل ليها فرونتال بيلي الجزء الامامي اللي بيطلع الحواجب ده، واوكسيبتال بيلي الجزء اللي خلفي، وفي بينهم تندون عريض فايبرس تندون عريض كده، هو ده اسمه الابنيوروز او بيسموه الجلي. خلاص. وتحت الابنيوروز في طبقه الرابعه اللي هي ال اللي هي اللوز تيشو، وتحتيها في البري اوستم اللي هو لازق العظم. خلاص. خلي بالك بقى من ال اللي هي اللوز تيشو دي، لان اللوز كونكتيف تيشو بتاع السكال بيحتوي، ربنا يخليك يا استاذ، شكرا. اللوز تيشو بتاع السكال ده بيحتوي على فينز مشهوره جدا اسمها الاميشري فينز. ايه الاميشري فينز دي؟ دي الفينز اللي بتاخد الفينس بلاد من السكالب عشان ترجعه للهارت، مش كده؟ هذه الفينز الرفيعه دي اهي بتبدا من هنا من اللوز تيشو ده، وتخترق السكال من خلال فورامنا معينه كده، تخترق وتصب الدم اللي فيها في الفينس ساينس اللي موجوده جوه. ودي مشكله السكالب ووند، لو حصل جرح في المكان ده وتلوث، حصل منه انفكشن ولا حاجه، على طول بتنتشر للداخل، تعمل انتراكرينيال سيبسيس، مننجايتس بقى، برين ابسيس، تعمل مصايب. خلاص؟ وبالتالي خطوره ايه؟ فروه الراس هي الحته دي، لان في حاجه اسمها اميشري فينز. ماشي يا جماعه؟ والبي اللي هي الراس. من دلوقتي نفكر مع بعض كده، لو واحد خد ضربه على دماغه على فروه راسه كده وعملت هيماتوما كدمه، تفتكروا الدم ده هيتجمع في انهي لير من الخمسه دول؟ يا اما يسيب الاس ويتجمع تحتيها في الكونكتيف تيشو يبقى اسمه سب كيوتينوس هيماتوم، يا يسيب الاي اللي هي الابونيوروزس الفايبرس ده ويتجمع في اللوز تيشو اللي تحتيها يسموها سب ابونيوروتيك او سب جاليا هيماتوما، يا اما يسيب البي اللي هو البري اوستيوم ويتجمع تحتيه يبقى اسمه سب بري اوستيوم هيماتوم. يبقى انا عندي ثلاث انواع من الهيماتوما، وكل واحد منهم بيحصل بطريقه معينه، وانت لازم كدكتور كده تحط ايدك على الهيماتوما اللي قدامك من بره كده تعرف دي انهي نوع من الثلاثه. ازاي بقى؟ السب كيوتينوس هيماتوما كل واحده منهم ليها صفات معينه ولازم تحفظ صم الكلام ده. السنه دي الحمد لله لاول مره عملوها في جدول في منتهى الاهميه. كان السؤال ده بيجي على طول، يجي سؤال يقول لك كده ديفرنشيت بين سب كيوتينوس وسب ابنيوريتيك وسب جاليا. فالسنه دي ريحوكم كده طالب بيجمعوهم، دلوقتي ريحوكم الحمد لله وجابوها في جدول جاهز اهو. نفرقهم من بعض ازاي بقى؟ ازاي تحط ايدك كده تعرف ده سب كيوتينوس ولا سب جاليا ولا سب كيوتينوس؟ السب كيوتينوس بصوا يا جماعه اهي، ادي السب كيوتينوس تيشو بيكون متقسم بفايبرز ستة، يعني حواجز كده بيقسموا الى غرف صغيره كده شيمبرز كده. خلاص. وبالتالي لو في هيماتوما بتتجمع في غرفه من دول، بتلاقي دايما حجمها صغير وفيرم ومزنوقه كده، دم مزنوق في الحته دي بتلاقيها بينفل وتندر. خلاص. يبقى حجمها صغيره وفيرم ناشفه لوكالايز وبتبقى تندر. خلاص. دي اسمها ايه؟ سب كيوتينس هيماتوما. طيب لو كان سب جاليان او سب ابنيوروتيك يبقى الدم موجود تحت الفايبرس تندون العريض ده، فتلاقيه منتشر كده، بتلاقيه سوفت وديفيوز ولارج حجمه كبير، وبيكون ليمتد بالاتاتشمنت اوف اوكسيبتو فرونتاليس، يعني الدم بيفضل طالع قدام كده لحد ما يلاقي الفرونتال بارت بيوقف على كده، يرجع لورا لحد ما يلاقي الاوكسيبتال بارت بيوقف على كده. خلاص. يبقى انت تحط صباعك لقيت حاجه صغيره وفيرم وبينفول مؤلمه يبقى ده سب كيوتينوس، لقيتها ديفيوز وسوفت كده دي معناها ايه؟ سب في الاوستر او سب جاليا، سوري سب جاليا او سب بيسموها سب ابنيوروتيك. الثالثه اللي هي السبريوستيل بعرفها ازاي؟ شكلها ايه؟ بلاقي الدم موجود تحت البريوستيل، والبريوستيل انتوا عارفين بيفضل ماشي كده، مثلا البريوستيل بتاع البرايت البون ده يفضل ماشي على البرايت البون لحد ما يوصل للسوتشر ويروح لازق على السوتشر، فبتلاقي البريوستيل دايما بياخد شكل العظمه اللي هو موجود عليها. فلو في دم تحتيه بتلاقي الهيماتوما تيكس ذا شيب اوف ذا بون، واخده نفس شكل العظمه اللي هي موجوده فوقيه، ليميتد باي سوتشر لاين، تفضل ماشي لحد السوتشر لاين. خلاص. يبقى لو شفتوا منظرها لقيتها واخده شكل مثلا برايت البون او التمبر البون يبقى دي معناها سب بريوستال ايه؟ اشهر مثال على فكره للسب بريوستال هيماتوما، المثال ده لازم يتحفظ، حاجه اسمها كيفال هيماتوما في النيل بون. بعض الاطفال لو كان اثناء الولاده ولاده صعب قوي ومتعسره والولد نازل بصعوبه والدكتور عمال يشد عليه بالفورسبس والاجهزه بتاعت النسا دي، فممكن يعمل له اصابه كده هيماتوما اسمها سب بريوستال.
خلاص يبقى انت تحط ايدك لقيتها صفر الوسط يبقى دي فرق هدوم. لقيتها في طفل صغير عنده هيماتومه اي هيماتومه ثانيه غير الصف الوسطى لا ده غالبا الضرر. لو لقيتها صف كتينس او صف جالي يبقى دي في ضرر خلاص. طيب ادي الجدول بتاعنا اهو جدول مهم جدا وبيتسال كتير قوي. كونتيجن وسكاتر هيماتوم لازم افرق بين الثلاثه في منتهى الاهميه بيتسال كتير قوي الدكتور دي بيجيب السؤال ده كتير جدا. ماشي يا جماعه. طيب بعد كده بقيت بقى السكالب وونز حاجات احنا متعودين عليها سمعناها قبل كده زي مثلا اللاسريشنز اللاسريتد وونز. لو واحد خد ضربه على دماغه بشومه مثلا او طوبه تعمل له جرح متهتك اسمه اللاسريتد وونز. واتفقنا زمان ان اللاسريتد وونز في السكالب بالذات مشكلته ايه؟ يشبه بالظبط الكات وونز. هما الاثنين شكلهم رجله في اي حته في الجسم الكات وونز شكله منتظم والسكالب واللاسريتد وونز بيكون شكله الرجله ما عدا فروه الراس. اشمعنى فروه الراس؟ لان الجلد ستريتش اوفر بول بيكون قوي وبالتالي لو ضربته بحاجه بلانت حتى لما بيتقطع بيكون برضه شكله متماسك كده خلاص. طب افرقهم من بعض ازاي؟ لقيت جرح فروه راس واحد وشكله منتظم عايز اعرف بقى هو ده كات ولا كونتيوزد. هما ثلاث طرق مفيش غيرهم. اه بحلق له شعره كده في الاول وبعدين ببص من بعيد في الاول لو لقيت حواليه افريجن بروسس كده يبقى ده كونتيوزد. ادي اول فرق. نمره اثنين اقرب شويه واطلع عدسه كده وابص وابعد الايدج عن بعضيها لقيت في تيشو بريدجز معديه يبقى ده كونتيوز. مفيش تيشو بريدج يبقى ده اكيوت. عارف فاهمين الكلام ده بقى مر علينا من كده مش كده؟ سيب حضرتك الكلام ده؟ اه ايه تيشو بريدجز دي؟ لو جرح قاطع لو انت ماسك اله حاده ومشيت فيها على الجلد كده هتقطع اي نيرف او اي فاشيه معديه من التو ايدج. انما لو هرستيه كده هتلاقي بعض الايه؟ نيرف اسمها تيشو بريدج خلاص؟ لو لقيتيها دي يبقى ده كونتيوز. طب الفرق الثالث اقرب اكتر بقى واستعمل الميكروسكوب وابص على الشعر اللي هنا لو لقيت الشعريه عامله كده شكل كاش يبقى ده كات وون. لقيتها كراشد كده مهروسه كده يبقى ده معناه ان هو كونتيوز. هما الثلاث فروقات دول ازاي تفرق بين الكات والكونتيوز في السكان؟ ثلاث حاجات من بعيد وقرب شويه باللينس وقرب اكتر. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ هو في النهارده الساعه كام؟ 12:30 ان شاء الله. 12:30 ماشي يا جماعه. ده بالنسبه للسيتو. الجرح الثاني ها اتفضل. الجرح الثاني الريز اللي احنا قلنا عليه مره ده اللي دمه تقيل ده اللي هو بيسموه فلاب وند مش هتشوفه كويس كده. بص اه مش عارف تختار ايه تبص على دي اه ولا مش عارف بقى او تعالي هنا عشان بس تشوفي مني ماشي يا جماعه. الفرق الثاني اسمه تورن وند او الفلاب وند. ايه الفلاب ده؟ قلنا عليه بسبب الفلاب وند قوانين الصناعه اتغيرت. اي فينيل شغاله في مصنع لازم تلبس الكفر. كانوا زمان بيشتغلوا بشعرهم طويل كده فكان شعرها بيمسك في حاجه اسمها ريفولفنج بيلت اوف ماشين سير مكنه بيلف كده يروح فاصل فرد راسه تفضل ماسكه بس في حته هيديكل صغير عند رقبتها من ورا كده. ده بيسموه ايه؟ تورن او فلاب وند. في جرح الكات وند العادي في الكات لاسريتد. جرح بيجمع ما بين الكات وند واللاسريتد وند. بيحصل ازاي ده؟ ده لو واحد مضروب على دماغه بآله شكلها ايه؟ هيفي وايدجد تقيله وليها حافه. هيفي يعمل لاسريشن وليها حافه تعمل كات زي ايه؟ زي الفاس مثلا. الفاس ده لو نزل على دماغ واحد بيعمل جرح لما تيجي تبص عليه ما تبقاش عارف هو ده كات ولا كونتيوز. واخد ما بين صفات الاثنين بيسموه كات لاسريتد او كات كونتيوز. خلاص اخيرا بقى الفاير ارم وند وده هناخده في شابتر لوحده كده. اهم حاجه لحد دلوقتي هو السؤال ده ازاي تفرق بين انواع الهيماتومز بتاعت السكان. سؤال مهم قوي الجدول قدام كده في منتهى الاهميه. طيب ادي بروح لايه السكالب بصفه عامه. بعد كده بدا يكلمنا عن الكومبليكيشنز خطوره السكالب وند ايه؟ ليها كومبليكيشنز معينه كده. كومبليكيشنز السكالب وند خلاص؟ قلنا السكالب خطيره جدا. اي جرح في السكالب خطير جدا لان في فينز اسمها افيشري فينز بتخترق العظمه بتاع السكالب وتصب الدم كده في الفينا سانس اللي جوه الدماغ وبالتالي اي انفكشن بره ممكن ينتشر الى داخل الدماغ انترا كرينيال سيبسز عن طريق الاميشري لينز خلاص. الطالب الشاطر العادي يعني يقول لك كده ان ممكن من ضمن المضاعفات سيبتك انفكشن ليدنج تو انترا كرينيال سيبسز. الطالب الشاطر بقى يقول لها ازاي انترا كرينيال سيبسز اللي بيسموها بين قوسين كده مات. ايه المات دي؟ مننجايتس اول حاجه. نمره اثنين ايه اللي هو الابسس برين ابسس والتي اللي هي ثرومبوز بيسموها ساينس ثرومبوز خلاص. يبقى دي اول حاجه من الكومبليكيشن بتاعت السكالب ووند يحصل انفكشن ليدنج تو انترا كرينيال انفكشن بيسموها مات مننجايتس ابسس ايه ثرومبوز خلاص. من ضمن المضاعفات برضو اه بصوا بقى خلي بالك
السنه دي اول مره يزودوها، فبرضه اتوقع انها سؤال مهم. بصوا يا جماعه، ها انت ضربت واحد على دماغه والضربه دي حصل لها انفكشن بعد كده، والانفكشن انتشر للداخل وعمل له مننجايتس. يعني واحد خد ضربه على دماغه وبعد اسبوع جاله مننجايتس. عايز اعرف بقى في ثلاث احتمالات. اول احتمال يكون الضربه دي هي اللي حصل انفكشن منها، ومن ضمن مضاعفاتها حصل المننجايتس ده، يبقى انت المسؤول عن المننجايتس اللي جات. في احتمال ثاني بعد الضربه باسبوع حصل وباء مننجايتس في البلد، ايبيديميك كده، وجاله مننجايتس، يبقى انت مش مسؤول عنه. في احتمال ثالث ان بعد اسبوع جاله اوتايتس ميديا، ومن ضمن مضاعفات الاوتايتس ميديا تبدا تعمل انفكشن كده برضه تعمل لي مننجايتس. عايز افرق بقى بين الثلاثه. ايه الفرق بين التروماتيك؟ يبقى انت المسؤول عنه، يبقى انت اللي موته. والاثنين التانيين اللي انت مالكش علاقه بيهم، مننجوكوكال مننجايتس والاوتايتس ميديا كومبليكيشن. خلاص؟ الجدول ده برضه السنه دي اول مره يتحط السنه دي. خلاص؟ واتوقع انه مهم، ممكن يجي في سؤال. افرقهم بعض ازاي؟ كلام فارغ. مين الهيستوري؟ اول حاجه. طبعا التروماتيك هيقول لك ده واخد ضربه على دماغه. المننجوكوكال ده هيقول لك في هيستوري في ايبيديميك، البلد كلها فيها مننجايتس في اليومين دول. خلاص؟ انما ثلاثه اوتايتس ميديا هيقول لك ده جاله اوتايتس ميديا وبعد كده حصل له ايه؟ مننجايتس فعلا، يبقى اتوقع ان هي كومبليكيشن. نمرة اثنين السكار نفسها تروماتيك، يبقى مضروب على دماغه ممكن الاقي فيها فراكشر. اما المنينج كوكا طبعا الاقي السكار سليمه، بينما الثانيه الاوتايتس ميديا لما يكون في التهاب في الاذن الوسطى عشان يعمل مننجايتس بتلاقي بيحصل نكروزس اوف ذا تمبرال بون، العظم دي فعلا بيحصل فيها ايه؟ نكروزس وكده، فبعرفه. نمرة ثلاثة الباص، مكان الباص موجود فين؟ في حالة التروماتيك اكيد ناحية الحتة اللي فيها الضرب اللي اتلوثت دي، مننجايتس موجود في مكان الباص موجود في مكان واحد. انما في حالة المنينج كوكا المنينجايتس دي حاجه ديفيوز جنرال، الباص بيكون في كل حته ويروح نازل باي جرافيتي كده يتجمع تحت، فدايما بيكون موجود في البيزل في البيز تحت. خلاص؟ في الاوتايتس ميديا دايما الباص موجود ناحيه الاذن المصابه، الودن اللي كان فيها اوتايتس ميديا من اسبوع هي دي اللي ناحيتها اللي بتلاقي الباص موجود ناحيتها. اخر نقطه بعد كده البكتيريا اللي بتعمل كده، طبعا تروماتيك مننجايتس دي حاجه نون سبيسيفيك، اي بكتيريا ممكن تعمل انفكشن سواء ستريبتوكوكال ستافيلوكوكال اي حاجه. مننجوكوكا مننجايتس طبعا البكتيريا اللي هطلعها من الباص هي المننجوكوكا اللي بتعمل ايه مننجايتس. الاوتايتس ميديا بطلع منها نفس البكتيريا اللي بتعمل انفكشن اوف ذا اير، يبقى البكتيريا اللي عملت المشكله في الاير هي نفسها المشكله البكتيريا اللي عملت ايه الباص. جدول يعني يعتبر مهم نسبيا كده ونخلي بالنا منه. طيب نرجع تاني بقى، وات ار ذا كومبليكيشنز اوف سكالب انجريز، مضاعفات الضربه اللي بتيجي على فروه الراس دي. قلنا اول حاجه واخطر حاجه انفكشن، طالب الشاطر يقول ايه انتراكرينيال انفكشن، الاشطر انتراكرينيال انفكشن مات مننجايتس ابسس رموز. خلاص؟ من ضمن المضاعفات برضه حاجه اسمها اريسيبلس وتيتانس. ايه الاريسيبلس دي؟ خدتوها في البكتيريا زي السنه اللي فاتت. الاريسيبلس دي اري ريثروس يعني ريد احمر، ريثروسايتس اريثيما احمرار يعني. بيلس البيلا دي اللي هي السكين جلد، بلاجرا مثلا ده الجلد الجاف مثلا يعني. فالريسيبلس يعني الجلد الاحمر بيسموه بالعربي مرض الحمره، بتلاقي الواحد شكله عامل كده بيحمر كده، ودي نتيجه بيتا هيموليك ستريبتوكوكال انفكشن، كلام يعني بكتيريا معينه كده هي اللي بتعمل ايه المنظر ده. دي من المضاعفات يعني. خلاص اخر حاجه في المضاعفات هو الهيموريدج، طبعا منطقه الاسكان فروه الراس دي مليانه بلاد سبلاي، ضربه هنا ممكن تعمل نزيف رهيب خصوصا لو بلاد فيسل اتقطع هنا ما بيقفلش بسهوله، لان فروه الراس دي حاجه الجلد قوي دنس بيفضل شادد على البلاد ما بيخلوش ينزل، فبيفضل ينزل فتره طويله. خلاص يبقى اكسسيف هيموريج ده من الحاجات اللي داخل الاسترال. ماشي يا جماعه، ده بالنسبه للكومبليكيشن. خلاص يبقى عشان ما نتوهش الشابتر النهارده هنبدا نتكلم عن اصابات الراس. ها عمرو، اصابات الراس، اصابات الراس دي اربع حاجات. نمره واحد اصابات فروه الراس دي اللي بدانا بيها في النظري مهمه شويه، اهم سؤال فيها ازاي تفرق بين انواع الهيماتوما اللي بتحصل جدول اللي عندكم ده. تاني اصابه اللي هي اصابات العظم نفسه بقى، سكال فراكشرز بقى. خلاص؟ مهم جدا في العملي وفي النظري برضه. سكال فراكشرز في الاول كاتب لي مقدمه خايبه كده ميكانيزم اوف سكال فراكشر بتحصل ازاي؟ اي كلام مش عايز احفظ ولا حاجه. اللي بيحصل ايه؟ ان السكال لما بتضرب اي تيشو في الجسم فيه حته الاستيستي حتى لو كان عظم. وبالتالي لو اتضرب ممكن يتحمل الضربه دي لان الاستيك شويه. لو الضرب اقوى من الالاستيستي بتاعت العظمه ممكن ساعتها يحصل فراكشر. خلاص؟ نمره اثنين، المعلومه الثانيه عايزين نعرفها ان ممكن يحصل سكال فراكشر من غير ما يحصل برين انجري، يبقى عنده فيشر صغير كده والبرين جوه سليم ما فيهوش مشكله. وممكن العكس تلاقي السكال سليمه تماما والبرين جوه متدمر. بتحصل ازاي دي؟ بس
سكال سليمة تماما ما فيهاش اي فراكشن والبرين جوه متدمر تماما مش زي بالظبط زي ما قلنا امبارح الام الغبيه اللي بتمسك ابنها تهزه ده شيكن بيبي سندروم سكال سليم لكن البرين جوه متدمر تماما يبقى في مشاكل كده خلاص. اخر حاجه ان سيمبل سكال فراكشن ممكن تبقى سيمبل اوبن زي ما اي نوع فراكشن تاني يعني الجلد سليم او متعور يعني الميكانيزم دي مش مشكله مش مهمه قوي. طيب بعد كده بدا يكلمنا عن فاكتورز برضو يعني مش عايز ديتيلز الحته دي برضو رزله كده مش عايز تفاصيل عايز عناوين بس. فاكتورز جوفرنينج فراكشر ذا سكال يعني هنعرف دلوقتي ان انواع الفراكشر اللي بيحصل في السكال حاجه من اربعه لما واحد بيتضرب على دماغه بيحصل اربع انواع من الكسور. اول نوع هو ابسط انواع الكسور عباره عن شرخ صغير كده اسمه فيشر فراكشر ده ابسط حاجه. في نوع تاني بقى لو واحد اتضرب على دماغه بشاكوش مدور كده راس شاكوش مثلا تلاقي حته عضله منخسفه لجوه كده وضغط على المخ بيسموها كسر منخسف او بالانجليزي ديبرست فراكشر. في نوع تالت من الكسور اخطر واحد بقى لو واحد وقع من الدور العاشر على دماغه ده السكال اتكسرت كذا حته وكل جزء راح داخل في البرين زي السكينه كده بيسموه كسر متفتت او بيسموه كوميديوتد فراكشر. اخر نوع من الكسور لو واحد اتضرب على دماغه بآله حاده وتقيله زي الفاس او البلطه بيعمل كسر قطعي حته عظمه كانت مكسوره كده شكل رجل منتصف وداخله جوه اسمها كات فراكشر. ايه اللي بيحدد نوع الفراكشر بقى؟ فيشر ولا ديبريست ولا كوميونيوتد ولا كات؟ في كذا عامل. اول عامل من واحد الفورس مش عايز تفاصيل خالص. قوه الضرب. كل ما الضربه تبقى اقوى اللي بيقع من فوق ده ضربه قويه جدا طبعا تعمل فراكشر اكتر. وقوه الضرب بتتحدد ازاي؟ سيبك من كام فرد الماس في الفيلوستي على التايم. كل ما الكتله تبقى اكتر كل ما الطاقه تبقى اعلى طبعا. الفيلوستي نفس الكلام. ممكن تبقى حاجه خفيفه جدا لكن جايه بسرعه عاليه زي الرصاصه. هي خفيفه لكن سرعتها عاليه جدا فتعمل برضه طاقه عاليه خلاص. يعني نمره 2 ثاني عامل هو السايت اوف امباكت. اكيد اللي يتضرب على التمبرال بون غير اللي يتضرب على الاوكسيبيتال بون. الاوكسيبيتال بون ده عظمه قويه تتحمل انما التمبرال بون ممكن يحصل فيها انجري بمنتهى السهوله. نمره 3 سترايكنج سيرفيس اريا. انا ضربته بحاجه عامله ازاي؟ لو حاجه عريضه تعمل لي فيشر انما لو حاجه محدده ولوكالايزد كده زي الشاكوش اللي قلنا عليه يعمل لي كسر منخسف اللي هو الديبريست فراكشر. نمرة اللي بعد كده هيد كفرنج. هل كان لابس هيلمت خوذه ولا لا؟ تبان قوي في اللي بيسوق الموتوسيكلات موتور سايكلست دول خلاص. ده لو وقع بيحصل له كسر معين كده مشهور جدا لو لابس خوذه بتحميه خلاص. هنعرف الكسر ده هنتكلم عليه دلوقتي حاجه مرعبه كسر رهيب يعني. اخيرا هل الهيد سبورتد ولا لا؟ لما ضربته على دماغه كان راسه سبورتد ولا لا؟ يعني مثلا لو واحد نايم على الارض دماغه سبورتد كده ورحت نازل على دماغه بشومه يعمل فراكشر ولا لو واحد متحرك كده وضربته بوكس او بشومه ولا حاجه وراسه متحركه؟ طبعا اللي يعمل فراكشر اكتر هو السبورت لان كل طاقه الضربه موجهه متركزه بتعمل فراكشر. انما اللي بيتضرب في راسه متحركه ده مش سبورت ولا حاجه جزء من طاقه الضربه بيضيع في الحركه دي خلاص. خلي بالك خلي بالك الدماغ السبورتد اخطر على السكال العظم بيتكسر اكتر انما الدماغ المتحركه اخطر على البرين. السكال هتلاقيها سليمه ممكن وتلاقي البرين هو اللي مصاب خلاص. يعني السبورت مش دايما يعني مش دايما هو الاخطر ده بالعكس السبورت اخطر على السكال فراكشر انما اصابات البرين لا ده المتحرك ده هو الاخطر خلاص. لحد دلوقتي مفيش اسئله في حته السكال دي. تبدا الاسئله بقى يبدا بقى يمسك لي كل نوع من الفراكشر دول ويتكلم عليه بالتفصيل وتبدا الاسئله المهمه بقى. ناخد بقى كل نوع كده ونبدا باول نوع اللي هو الفيشر فراكشر ابسط انواع الكسور اللي هو الكسر الشرخي اسمه كده شرخي كده خلاص. كل كسر هناخده هتلاقيه في الاول بيقول لك حاجه اسمها الكوزيت اوب ايه السلاح اللي يعمل كده. فاللي بيعمل فيشر مش عايزين تفاصيل بقى السنه دي يعني كنا كل سنه بنشرحها بتفصيل ما بقوش مهتمين بيها بصراحه. فالكوزيت اوبجكت اللي بيعمل فيشر لازم يكون هيفي بلانت حاجه بلانت شومه مثلا طوبه حاجه زي كده خلاص. لان لو كان هيفي شار بيعمل كسر تاني اسمه كات فراكشر كسر قطعي حاجه تانيه بقى خلاص. يبقى الفيشر ده لو لقيت واحد عنده فيشر فراكشر اعرف ان هو اتضرب بحاجه بلانت عصايه شومه مثلا طوبه وقع على الارض حاجات زي كده خلاص. امثله بتاعتها بقى الستيك شو حاجات زي كده. طيب تخيلوا بقى ان الفيشر فراكشر ده ممكن يحصل في الفولت الحته اللي فوق دي والله ممكن يحصل في البيز اوف ذا سكال وهنعرف ازاي دلوقتي خلاص. بعد كده بدا يقول لي بقى الصفات هنشوف كسر شرخ هنشوف دلوقتي كاركترز ايه صفات الفيشر فراكشر. الفيشر اتفقنا اسم كسر شرخي بالعربي نزلت على دماغ واحد بشومه كده فتلاقي خط شرخي كده خلاص
واي خط في الدنيا بيكون ليه اونست وليه كورس. تفتكروا الاونست بتاع الفيشر تراكشن، يعني انا ماسك العصايه بتاعتي ونزلت على دماغ واحد وعملت له فيشر، هل الفيشر يبدا في مكان الضربه ولا ممكن يبدا بعيد؟ لا، المفروض ان هو الاونست ات ذا سايت اوف امباكت، ده اللي الكتاب كاتبه. خلاص، الحته اللي بنزل عليها الضربه بتاعتي يبقى واحد فايد قال دماغه هنا ولقيت فيشر ماشي كده، بدا كده يبقى اعرف ان الضرب هو في ناحيتي، ما كانش واقف هنا اكيد. خلاص، يبقى ابتدى ايه ات ذا سايت اوف امباكت. الا في حاله واحده بس الكتاب، يعني الحته دي مش واضحه في الكتاب قوي، في نوع واحد بس من الفيشر فراكشر بلاقي واحد اتضرب هنا عمل له فراكشر فيشر فراكشر بعيد، بيسموه بولر فراكشر، هنمر عليها دلوقتي. خلاص، يبقى لو جالك سؤال ترو فولس، فيشر فراكشر اولويز اوكيرز ستارتس ات ذا بوينت اوف امباكت، هتقول له غلط، ممكن ما يبداش في البوينت اوف امباكت، في حاله البولر فراكشر، وهنعرف يعني ايه بولر فراكشر دلوقتي. خلاص، نمره 2 الكورس بيمشي ازاي؟ اكيد بيمشي لينير، انا ضربت واحد كده، بص يا جماعه الشنوه بتاعت ايه؟ رحت نازل على دماغه، لازم الفيشر يمشي كده لينير. خلاص، وخلي بالكم ان هو لينير وذاوت بوند افكت، يعني الفيشر العظم اللي لسه على بعض فيه بس شارخ في النص كده، بيحصل له هيلنج بمنتهى السهوله. لو لقيت الايدج بعدت عن بعضيها يعني بوند افكت، ده معناه ان هو كات فراكشر مش فيشر، ده مضروب بقاله حاده بقى فاس او البلطه او الحاجات زي كده. خلاص، نمره 3 خلي بالكم من الكلمه دي، الكورس بيمشي على حسب اللاينز اوف ويكنس اوف بونز. يعني ايه؟ يعني لما انزل على دماغ واحد بالعصايه بتاعتي كده، عمر الفيشر ما بيمشي في المسطره، ده هو بيمشي يا العظمه دي اضعف يروح داخل عليها، دي اضعف يروح داخل عليها، وهكذا. ايه؟ جايدد باي لاينز اوف ويكنس اوف بونز. كان بيجي سؤال للام سي كيو بس الناس الكبار بتوع الماجستير والدكتوراه كده، نقول لهم ايه؟ فيشر فراكشر باسنج ان ذا تمبرو بريتال اريا والباس انتو برايتال بون ولا التمبرال بون ولا الاوكسيبيتال بون ولا الفرونتال بون، يعني هو ماشي في الحته دي، هيتوجه للبرايتال بون ولا التمبرال بون؟ اكيد هيتوجه للعظمه الضعيفه اللي هي التمبرال بون. خلاص، دايما الكورس بتاعه جايدد باي لاينز اوف ويكنس اوف بونز. نعم، ما هو خط يعني ايه؟ يعني مش مدور كده، هو ماشي خط كده بس كده متعرج يعني. خلاص، مش ماشي ستريت بالمسطره كده. ماشي يا جماعه؟ طيب، سؤال بقى اورال، معلش هو مش موجود في الكتاب خالص بس بيتسال، لان سؤال ذكاء ممكن يجيب لك سؤال ام سي كيو. بصوا بقى يا جماعه، لقيت واحد ميت وعنده اثنين فيشر فراكشر، قد دماغه اهي كده وعنده فيشر فراكشر ماشي كده، واحد تاني ماشي كده، الاثنين ميتنج بالمنظر ده. خلاص، يبقى الراجل ده مضروب ضربتين، واحد ضربه كان واقف جنبه هنا والتاني ضربه كان واقف ورا، مين فيهم اللي ضربه الاول؟ ها؟ اللي كان واقف جنبه ده اللي ضربه الاول ولا اللي واقف ورا ده؟ ليش معنى؟ عشان جاي من تحت واقف على ده. هو سؤال ذكاء ما فيهوش اي حاجه. خلاص، هي القاعده بتقول لك كده، when two fishers are meeting، بصوا يا جماعه، when two fishers are meeting the complete one occurs before the interrupted one. اكيد ده بدا ومشي وانتهى لوحده ومش حاجه قطعته، انما اللي جه بعديه في حاجه قطعته موجوده قبليه. خلاص، يبقى الكومبليت وان اوكيرز بيفور ذا انتربتد وان. خلاص، ممكن السؤال ده يجي ازاي؟ بص الحته دي اهو، اهي بيقول لك ايه؟ in a case of a blow on the head and a subsequent fall، يعني ضرب على دماغه الاول عملت له فيشر وراح وقع في الارض بعدها عملت له فيشر تاني. خلاص، مين في دول الوضع الصحيح؟ مين الصح؟ مين فين ترو؟ ان الفراكشر لاينز اوف ذا فول ار ارستد باي ذوز برودوس باي ذا بلو، ولا العكس؟ ايه ولا بي هي اللي صح هنا؟ طبعا ايه بي اللي صح، مش كده؟ لان الضربه جت الاول والفول جت بعدين، يبقى الفراكشر بتاع الفول هو اللي انتربتد بالفراكشر بتاع الايه؟ خلاص، هي نفس الفكره، القاعده بتقول كده، when two fishers are meeting the complete one occurs before the interrupted one. خلاص، هي مش موجوده في الكتاب بس هو سؤال ذكاء بيتسال يعني. طيب، بعد كده بدا يكلمني بقى عن انواع خاصه بقى، سبيشال تايبس اوف فيشر فراكشر تستحق ذكر خاص، انواع معينه من فيشر غريبه شويه وعايزه ذكر خاص. اول نوع منهم اللي انا لسه قايله من شويه اسمه ايه؟ بولر فراكشر، ده انا لسه جايب سيرته. ايه بقى البولر فراكشر ده؟ بصوا يا جماعه، ده بيحصل لو كان الهيد سبورتد، يعني واحد بصوا كده راسه مسدود على الحيطه دي كده ورحت انت ضاربه من قدام بشوم ولا حاجه، ساعتها يحصل ايه؟ بالجنج اوف ذا بولز، فبيحصل له هو مضروب من هنا، يحصل بالجنج اوف ذا بولز، بيحصل له فيشر فراكشر هنا او هنا.
خلاص. يبقى كلمه بولر فراكشر معناها فيشل فراكشر اوكيرنج ات ذا موست بولجينج بولز بتوين ميد واي بتوين سترايكنج فورس اند سبورتنج سيرفيس. في النص كده نفس الكلام. لو نام على الارض اهو، هو نام على الارض كده على ظهره مثلا، بعدين انت ضربه من قدام كده وهو سبورت، فبرضه ايه يحصل لي بولجينج كده، يحصل لي فراكشر هنا وهنا، يبقى هو مضروب في هذا المكان والفراكشر حصل في مكان بعيد. خلاص السايد اوف امباكت ممكن تلاقي فيها فراكشر برضه، بس الفيشر ده هو ده بعيد، ده اسمه بولر فراكشر بقى. خلاص يبقى خلي بالك مش دايما الفيشر بيبدا في السايد اوف امباكت، هو الاكسبشن الوحيد هي دي اسمه بولر فراكشر. خلاص في فراكشر تاني برضه مشهور قوي اسمه، عشان خاطر بقى كل الاسماء الصغيره دي حفظهم بتتسال كتير قوي، وهقول لكم ازاي دلوقتي. في نوع تاني اسمه دايستاتيك فراكشر. ايه الدايستاتيك فراكشر ده؟ بصوا يا جماعه في الوضع الطبيعي اهي، ادي السكالا اهي، ده اسمه كورونال سوتشر وساجيتال سوتشر ولاندويد سوتشر، حاجات بتاعت السكالا دي. خلاص لو واحد خد ضربه من هنا، واحد واقف جنبه راح ضربه بشومه ولا حاجه، الفيشر بيمشي كده، المفروض طبيعي بيفضل ماشي لحد السوتشر لاين ده ويروح واقف ما يكملش. لو ضربه جامده قوي بالشومه بتاعت الصعايده الثقيله دي، ساعتها بتبقى فيتر بقى، ممكن ساعتها يعدي الناحيه الثانيه. ساعات بقى لو الشخص اللي اتضرب ده عمره اقل من 30 سنه، صغير في السن. يعني ايه 30 سنه؟ يعني السوتشر ده لسه ما قفلش، ده بيطلع سن 30 سنه المفروض. خلاص؟ يحصل ايه؟ تلاقي الفيشر مشي وصل لحد النون يونايتد سوتشر وراح مكمل فيه. راح سيبريشن اوف ذا بونز، قال العضلتين بعدوا عن بعض كده. كده ده اللي بيسموه دايستاتيك فراكشر. يبقى دايستاتيك فراكشر ده عباره عن ايه؟ فيشر باسنج ان نون يونايتد سوتشر ليدنج تو سيبريشن اوف بونز. انا الناس اللي زي ما يحصلهمش كده، لان عندي خلاص الحاجات كلها قافله. الناس الصغيرين اقل من 30 يحصل بقى الموضوع ده دايستاتيك فراكشر. يبقى ده من الفراكشرز اللي بتحصل في اليونج ايج. خلاص انيوميريت ثلاثه فراكشر يحصلوا في اليونج ايج. خدنا واحد امبارح اسمه جرين ستيك فراكشر. خلاص وادي واحد ثاني اهو دايستاتيك فراكشر. خلاص طيب في نوع ثالث بقى من الكسور مر علينا قبل كده، اللي هو الثيرمال فراكشر، جبنا سيرته قبل كده. ده لو واحد حصل حريقه ومات ويحصل ايفابوريشن اوف سي اس اف والبلاد والكلام ده، يعمل فيبر هتعمل نفسها فتحه كده اسمه ايه؟ ثيرمال فراكشر. خلاص ده برضو من الحاجات المهمه، وفي جدول عندنا في الكتاب مهم قوي ازاي فرق بين الثيرمال والتروماتيك، يتحف الصم لان بيتقال في كذا سؤال. ده بالنسبه للكسور الايه بتاعه البور. في كسور ثانيه برضو غريبه بس بتحصل في البيز بقى. تخيل البيز اللي تحت دي ممكن يحصل فيها فيشر فراكشر. ازاي بقى؟ ان شاء الله من الكسور المشهوره جدا حاجه اسمها رينج فراكشر، كسر حلقي. بتيجي ازاي دي بقى؟ حاجه نادره انا عمري ما شفتها، وحتى اساتذتنا يعني يمكن واحد بس اللي شافها مره في حياته. الرينج فراكشر ده بيحصل ازاي؟ لو واحد وقع من مسافه عاليه جدا دور ال 30 مثلا، اي حد طبيعي لو وقع من دور ال 30 بينزل على راسه بالجنب كده، لان الراس اتقل شويه فبينزل على راسه على جنب راسه كده. خلاص الرينج فراكشر ده بيحصل لو واحد وقع من مسافه عاليه جدا ونزل واقف على رجله. فلو نزل واقف يحصل ازاي؟ هتلاقي الفيرتبرا كله راح داخل في السكال من تحت كده، واخد معاه رينج اوف بونز حوالين فريم المتن وراح داخل جوه. طبعا البوطه برده جامده جدا. خلاص بيسموه رينج فراكشر، كسر حلقه المتن حتى طبعا في الحالات دي حتى المتن. او نفس الفكره لو وقع على ام راسه كده على الفيرتكس نفسها نزل بجد، نفس الفكره تلاقي برده الراس راح داخل في الفيرتبرا كولن، عامل له ايه الرينج فراكشر. خلاص اساتذتنا شافوها مره واحده بس، كان واحد مهندس الماني وقع من دور ال 30 في مش عارف شيلتون ولا هيلتون ولا فين. الالمان غيرنا بقى، الالمان لما يقعوا واقفين يعني، لا يعني هم بكده ده الوحيد اللي شفنا في كده. خصوصا بقى ايه؟ عشان يحصل رينج فراكشر لازم يقع على رجله ورجليه ما تتكسرش، لان عظم الرجل لو اتكسر وكمان رجليه ما اتكسرتش، حاجه غريبه جدا. فحصل له ما اعرفش الالمان دول يعني بتحسدوه ما هو قاعد صحيح هو بتنيل يعني مثلا حتى لو فين هو المانيا كمان جلسه في المانيا. المهم خلاص الكسر الثاني برضه اللي هو فراكشر بيز بيحصل في البيز، ده بقى بتاع الموتوسيكلست سواقين الموتوسيكلات اللي هي سواقين الموتوسيكلات الموت اللي هم بيمشوا دول، اسمها هينج فراكشر. ايه بقى الهينج فراكشر ده؟ ده بيحصل تعرف السواق اللي ماشي الموتوسيكل بسرعه ده لو اتخبط ولا حاجه بيروح واقع على جنبه، يعني راسه دي بتروح ضربه في الاسفلت كده بسرعه طبعا بقوه من الجنب، الضربه بتيجي له من هنا. تخيل بقى الضربه كده فالراس بتطير وبيحصل ايه؟ بولجنج لقدام كده، يبقى هو اتضرب من الجنب كده فبتمتد بالمنظر ده، اكن في جزء يطلع كده وجزء يرجع لورا.
فيحصل ترانسفيرس فراكشر ما بين الودان والاثنين، بياخد السكال كلها من تحت. بصوا يا جماعه الفيزو ذا سكال كلها بتتكسر بالمنظر ده، السكال بتتكسر جزئين بتبقى تو هافز فعلا، طبعا موته فظيعه بيسموها هينج فراكشر او بيسموها موتور سايكليست فراكشر. خلاص عشان كده اللي بيسوق موتوسيكل ده لازم يلبس هيلمت خوذه عشان الكسر ده بنخاف منه جدا. خلاص يبقى ده اسمه ايه هينج فراكشر، ده احد انواع الفراكشر بيز برضه متخصصه لجماعه الموتور سايكليست. دي الانواع الايه المختلفه من الفيشر فراكشر. ده خلي بعد كده بقى على فراكشر بيز، يعني السنه دي كانت شويه تفاصيل زياده شويه مش كلها مهمه، هقول لك ايه المهم كده بقى. خلاص فراكشر بيز على فكره بيحصل بطريقه من اثنين، يا اما ضربه مباشره زي اللي احنا قلناه من شويه الرينج والهنج فراكشر والكلام ده، يا اما اساسا هو كان مضروب على الفيرك على الحته اللي فوق على البولت في الاسكال، ضربه هنا مثلا في الفور هيد وبدات تسرح راحت داخله على الروف اوف ذا اوربت فوصلت للانتيكرينال فوس، او ضربه على التمبروبريتال اريا مثلا فتبدا تسرح كده على كده ستمبرال بون من تحت كده وتعمل فراكشر في الميديكرينال فوس، او واحد وقع على ظهره من ورا على الاكسيبيتال بون دي من ورا فعملت لي برضه فيشر بدا يسرح كده يروح داخل على الفراكشر اوف دي ستيكرينال فوس. ماشي يا جماعه؟ يبقى هي ضربه مباشره يا اما تسرح اكستنشن من فولت فراكشر. خلاص نبدا اول واحده منهم اللي هي فراكشر في الانتيريور كرينال فوس. بتحصل ازاي؟ ده لو واحد خد ضربه هنا الفور هيد، اشهر ضربه بتعمل كده الجماعه اللي بيسوقوا عربياتهم بسرعه خبط في حاجه راح راسه دي ضربه في الويند سكرين الزجاج الامامي ده تعمل له فيشر هنا يبدا يسرح على تحت كده يعمل له فراكشر في الانتيريور كرينال فوس. بعرفه ازاي كلينيكال اللي عندي بيبقى شكله عامل ازاي؟ عنده فراكشر هنا بصوا يا جماعه يا اما في الاثمويد بون دي يا اما في الروف اوف ذا اوربت، فبتلاقي السي اس اف بدا ينزل مناخيره اسمها راينوريا والدم والحاجات دي شكلها مشهور جدا. لو واحد خد ضربه جامده على دماغه وبدات لقيت السي اس اف والدم نازلين من النوز كده ده 100% عنده فراكشر انتيري كلينيكال. ده الواحد بيعز الفورنزك على الصبح كده ليه؟ فورنزك على الصبح كده خايف بقى الشغلانه كلها كده بقى يعني الله يكون في عونه عشان انت بتسمع كلامه بعد كده ما تزعلوش في حاجه يعني. هو بقى بيشوف الحاجات دي بجد، احنا بالحاجات دي اكاديمي بندرسها لكم كده نظري يعني بتوع مصلحه الطب الشرعي بقى هم شغلهم كله بقى في العك ده. ماشي يا جماعه؟ يبقى هي الفراكشر بيحصل ازاي؟ هو في الفرونتال بون وبدا يسرح على تحت، بعرفه ازاي بقى؟ الدم والسي اس اف ينزل من النوز اسمها راينو ري خلاص؟ او ينزل من خلال الروف اوف ذا اوربت يبدا يتجمع حوالين العين يعمل لي حاجه اسمها بلاك اي بايلاترال بلاك اي او بيسموها راكونز اي. الكلمه دي مهمه. ايه الراكونز اي دي؟ عارفين حيوان الراكون ده اهو ده اللي بيعيش في امريكا بتلاقي عينيه حواليها حاجه بلاك كده خلاص ده هو المنظر ده بالظبط بتلاقي واحد عنده ايه بايلاترال بلاك ايز خلاص. لو شفت المنظر ده واحد وقع من فوق على دماغه ولقيت عينيه عملت كده 100% فراكشر بيز في الانتيكوير ناحيه اكتر ضربت ممكن تعمل راكون. هي غالبا بتبقى في الناحيتين بتبقى صعبه في ناحيه واحده وغالبا بيكون على الناحيتين هي غالبا بايلاترال بلاك اي خلاص. طيب بالمره بقى ايه بقى الديفرنشال دايجنوزس اوف بلاك اي؟ لقيت واحد بقى عينه سودا كده ادي هم ثلاث احتمالات بروس. يا دايركت تروما بص المنظر اهي يا اما تروما مباشره كده دايركت تروما يا اما اتضرب على الفور هيد والدم نزل باي جرافيتي بدا يتجمع في المكان ده جرافيتيشن يا اما نمره ثلاثه فراكشن اوف انتيريو كرينال فوس خلاص. ده بس تجميعه كده ديفرنشال دايجنوزس اوف بلاك اي هم ثلاث حاجات. يبقى دي كده فوز تعمل لي بقى الراكونز اي دي وتعمل لي راينوريا سي اس اف والدم ينزلوا من النوز ابستاكسيس وحاجات زي كده. طيب تاني احتمال واحد بقى خد الضربه فين؟ على التمبرو برايتال اريا في المنطقه دي ضربه على الجنب كده فبرضه عملت له فيشر والفيشر ممكن يبدا يسرح كده على البيترا ستمبرال بون من تحت يعمل لي فراكشر في الميدل كرينيال فوسه في الجزء ده
طب ده بعرفه ازاي كلينيكالي؟ المره دي بلاقي السي اس اف والدم نازلين منين؟ من الودان بالظبط كده، تلاقي سي اس اف والدم نازلين من ودانه. خلاص؟ واحد زميلنا حصلت له كده فعلا زمان بقى. كان يعني في حصلت برضه فراكشر في البيز والاسكال، والسي اس اف فعلا والدم نازلين من ودانه، كان شكله مشهور قوي. معروف يعني. خلاص؟ يبقى ده ايه؟ سي اس اف من الودان. ساعات بيقول لك ممكن ينزل من النوز برضه. هي مش لان انت عارفين التخصص اسمه ايه؟ انف واذن وحنجره، الحاجات دي كلها متوصله ببعض، فممكن حتى من هي عن طريق الايه تنزل برضه من النوز تلاقي تاكسي، بس هو اساسا عن طريق حاجه اسمها اوتوريه اللي هو سي اس اف ينزل من الودان، ودي الحاجه الاساسيه. برضه نفس الكلام لو فراكشر في الميدل كرينيال فوسطه ممكن الدم منها كده يبدا ينزل يتجمع في الماستويد اير سيلز بتاع الماستويد بروسس. تيجي تبص كده تلاقي ورا ودانه في حاجه لونها احمر هيماتومه ورا كده، دي بيسموها باتلز ساين، ودي من الحاجات برضه بتصير كتير. علامه حمراء كده ورا الودان على طول اسمها الباتل ساين. العلامات دي كلها في الام اس كيو كتير قوي. راكونز اي بتحصل فين؟ الباتل ساين بتحصل فين؟ في الميدل كرينيال الفوسه. ماشي يا جماعه؟ اخر واحده منهم اللي هي البوستيريور كرينيال الفوسه فراكشر، ده لو واحد وقع بقى باكورد وقع على راسه من ورا كده، عمليه الفيشر بدا يسرح راح داخل على اخطر حته في السكال اللي هي البوستيريور كرينيال الفوسه. ده اخطر مكان، اخطر كسر فيه هو ده. ليه؟ لانها انت ناحيه بقى البرين ستيم المظله والحاجات دي. خلاص؟ فبتعمل مشاكل جامده جدا. طبعا بعرفها ازاي كلينيكلي، بلاقي الدم متجمع في المسلز اوف ذا باك اوف ذا نيك، الدم بينزل ورا كده في المكان. خلاص؟ مين بقى النيرف اللي بيتاثر مع كل نوع من الفراكشر؟ مش مهم قوي، انا يهمني قوي العلامات اللي بقول لكم عليها، الراكونز والبطل سام الحاجات دي. انما الاعصاب اللي بتتاثر ما فيش حد يسالكم فيها. خلاص؟ اللي عايز يعرف بسرعه كده، اللي عايز يعرفهم اكيد الانتيك برين الفصه هي الاعصاب بتاعت الشم والنظر والحاجات دي اللي هي بتاع المنطقه دي. يبقى الاولين والفاكتوري نيرف، عضلات العين كلها بقى بتاعت الحركه الرابع والسادس والحاجات دي كلها. الميدل كرينيال فوسه يبقى العصب السابع والخامس. البوستيريور كرينيال فوسه بتاعت البرين ستيم اللي ورا ميدل كرينيال، برافو عليك. اخر اربعه كرينيال نيرف بيسموهم بالبر نيرفز، 9 و10 و11 و12، يبقى جروس برينجيال والفيكس بالذات هم اكتر حاجه بتاثر. خلاص؟ بس مش هتتسالوا فيها قوي يعني. ده بالنسبه لاول نوع من الكسور اللي بيسموه فيشر فراكشر. ثاني نوع من الكسور ده بقى الراجل اللي بيتضرب على دماغه بهيد اوف هامر، راس شاكوش، حاجه لوكلايزد كده فبيعمل كسر لوكلايزد زيها كده. خلاص؟ ايه الكوزيتيف اوبجكت؟ برضه حاجه بلانت لكنها لوكلايزد سيرفيس. لوكلايزد سترايكنج سيرفيس. المثال بتاعها هيد اوف هامر. بص الشكل ده اهو. ادي راس الشاكوش، واحد بيتضرب بالحته اللي تحت. فتعمل له كسر منكسف اللي هو ديبريست فراكشر. ميديكال ليجل امبورتنس اوف ديبريست فراكشر، وده سؤال مهم. بيفيدني في ايه يعني ديبريست فراكشر ده؟ نمره واحد ان هو بيحصل ات ذا سايت اوف امباكت. ده بقى غير الفيشر. الفيشر ممكن يحصل بعيد زي البولر فراكشر. انما هنا ديبريست لازم في مكان الضرب. اعرف اللي ضربه كان واقف فيه. نمره اثنين بياخد الشيب اوف سترايكنج سيرفيس. لو ضربته براس شاكوش مدوره هتلاقي الكسر مدور. ضربته بحاجه مثلثه يبقى ياخد شكل مثلث. يبقى بيديك فكره عن السلاح اللي عمل كده. ثالث معلومه مهمه قوي الكلام ده بقى، بيحدد لي مكان الاسيره اللي كان واقف فين. ازاي بقى؟ ان شاء الله انا لما بضرب واحد براس شاكوش كده ما بضربوش بكل، يعني مش بضربه كده مش بكل الحته دي، ده انا بضربه بالحته دي، بنزل اضرب عليه كده عشان اموته. خلاص؟ فاكتر حته دي بتبقى عند الحته دي كده، بتلاقي العظمه كلها منخسفه لجوه، لكن في جزء منها من السيركمفرنس ديب اكتر من غيره. الحته اللي ديب قوي دي عند المكان ده، يعني ناحيه العصايه، يعني ناحيه الايد بتاعت الاسيله، يبقى بتشاور على مكان الاسيله. القاعده بتقول لك deepest part of circumference is nearer to the asila. يعني واحد زي ده، بصوا يا جماعه كسر اهو، اكتر حته ديب اهي، ينفع اكون انا اللي ضربته من المكان ده؟ لو كنت انا اللي ضربته كنت هتلاقي الحته دي موجوده هنا ديب، انما اللي ضربه كان واقف في الناحيه الثانيه. خلاص؟ يبقى دايما في الديبريست فراكشر بيديك فكره عن البوزيشن اوف ذا اسيلنت. ازاي؟ بيكوز ديبست بارت اوف سيركمفرنس از نيرر تو ذا اسيلنت. خلاص؟ نمر اربعه خلي بالكوا بقى. الاطفال الصغيرين غيرنا. عظمهم بيكون الاستيك ماليبل كده. خلاص؟ احنا لا قدر الله لو خدنا الضربه دي يحصل لك فراكشر كده بالظبط منخسفه لجوه لكن العظم متكسر متفتت جواك. انما الطفل الصغير لما بيتضرب عظمه الاستيك. فبتلاقيه عامل حفره كده بالظبط زي كره البينج بونج، كره التنس طاوله دي لو مسكتها وضغطت عليها تعمل ديبريشن بس ما تتكسرش. خلاص؟ الكسر ده بيسموه بوند فراكشر. بوند فراكشر ده بيحصل في الاطفال ديو تو الاستيك بونز. خلاص؟ ما بيحصلهمش فراكشر ولا حاجه بس بتبقى ديبريست لجوه. ماشي يا جماعه؟
وقولي لي بقى ثلاث كسور بيحصلوا في السن الصغير. جرين ستيك خدناه امبارح، وادي اثنين خدناهم النهارده اللي هم مين؟ الستاتيك دايستاتيك فراكشر والبوند فراكشر. خلاص؟ بس يا دكتور الدايستاتيك مش محتاج يكون شد يعني لا لا ما يانج ايج يعني قصدي يانج. خلاص؟ يلا بصوا بقى حد جاوب السؤال ده. دور تاني 2012 ترو فولس اند اكسبلين. ها صح ولا غلط دي؟ بالظبط كده. الاجابه هنا المثاليه تتقال ازاي؟ بصوا بقى في ناس يقول لك فولس وخلاص ياخد نص من الاثنين، ناس يقول لك فولس ات از ا تايب اوف ديبريست فراكشر ويسكت على كده ياخد واحد من الاثنين. الاجابه المثاليه تتقال ازاي؟ This is a type of depressed fracture occurring in children due to elastic bones. اشرح له بس يعني ايه بوند فراكشر بسرعه عشان تاخد الدرجه كامله. خلاص؟ يعني هنا ترو فولس ليست بهذه البساطه اللي انتوا فاكرينها. ما ينفعش تقول له لا غلط ده ديبريست فراكشر تسقط على كده. لازم اشرحها له يعني ايه بوند فراكشر ده جاي منين يعني. الواحد لما خش الكليه كان بيعز ام سي كيو ترو فولس من ساعه ما دخلت الكليه دي. لا ده ام سي كيو ده اكتر حاجه محترمه في محترمه؟ اه وتعمل ايفالويشن صح بس المفروض السؤال يتصح يتحط مظبوط يعني ليه قواعد لوضع الام سي كيو. وتلاقي على كده كل امتحانات الزماله والمعادله حاجات بره كلها في ام سي كيو. اللي بتقيس الناس اللي بتفهم بجد مش الناس اللي بتحفظ بقى. خلاص ده بالنسبه للميديكوليجال امبورتنس اوف ذا بريست فراكشر. الكسر اللي بعد كده اخطر انواع الكسور، وده حتى في الامتحان مش مهم قوي لان ده خلاص ده اللي بيحصل له ده كسر متفتت كومبليت فراكشر بيموت في ساعتها. واحد وقع من الدور العاشر على راسه فراسه اتكسرت خمس ست حتت كده كل جزء منه راح داخل في البرين زي السكين بيحصل له برين لاسريشن ويموت في ساعتها. خلاص ما بنشوفوش تقريبا يعني. ها مال الفراكشر فين راح؟ يعني ايه ما شاء الله تعرف ده اللي قاعد بيتشرحوا ازاي؟ تشريح حاجات ازاي؟ بسكينه الاول كده في بسكينه ولو فتح له فتحه من هنا من ورا ودانه كده يمشي لحد الناحيه الثانيه ورا ودانه من بيديك تروح ماسك كده الجزء الامامي ده منزله كده وش كله بينزل كده ومن ورا تفتح الناحيه الثانيه بقى الدماغ قدامك بالمنظر ده سكال بقى حلوه كده قدامك فجاب منشار اه والله و12 بقى القبه دي تطلعها تلاقي البرين قدامك تطلعه عشان نعرف ده لازم نعمل كده مش احنا اللي بنعمل المصلحه بقى الله يكرمك ايوه بيعملوا كده عشان يعرفوا موقع يعني خلاص عرفنا ان هو مصري لا بص لو شفت واحد قدامك لو شفت واحد قدامك اتضرب بالرصاص قدامك ومات لازم تشرح برضه لان ممكن يطلع قبل ما الرصاصه تموته يكون حصل له مايكارد انفاركشن ومات الاول ما انتش عرفه ممكن الراجل يطلع براءه فلازم يتشرح اي موته مشتبه كده المفروض فيها تشريح خلاص بس ده وقع او في حد ضرب وقع اي حاجه انت تقولي اللي هو ده اصعب حاجه في الطب على فكره ده الراجل ده مات ازاي فول فروم هايت وقع من مسافه عاليه خلاص هي دي اللي بتعمل كده اصعب حاجه في الطب بقى تعرف تفرق بين السقوط والاسقاط يعني الراجل ده وقع لوحده ولا رمى نفسه ولا حد رماه خلاص عشان كده المخابرات دايما لما يموت واحد سعاد حسني اتقتلت ازاي في كتير يعني ماتوا اشرف مروان في كذا واحد كلهم بيموتوا ازاي؟ بيمسكوهم من البلكونه ويحرمينهم من فوق. ما حدش يعرف بقى بتوع سكوتلاند يارد لحد دلوقتي مش عارفين سعاد حسني انتحرت ولا اتقتلت ولا كانت بتنظف حاجه وقعت اكسيدنتال ما حدش يعرف. خلاص؟ فلازم نعمل كل الوسائل من ضمنها تشريح يبين مثلا اذا كان حصل له مايكاردال انفاركشن ولا حاجه نتوقع ان هو اكسيدنتال جاله حاجه فوقع مثلا يعني. التشريح ده لازم في كل الحالات. ماشي يا جماعه؟ ده اسمه كوميونيتي فراكشر سببه ايه؟ اخطر نوع الكسور ده المره دي بقى لازم يكون مومنتم عاليه واحد وقع مثلا فول فروم هايت مسافه عاليه يبقى هيفي بلانت برضه لكن بايه؟ مومنتم عالي يعني بسرعه عاليه جدا. في بس ملحوظه غريبه شويه او في الاول خلينا ماشيين زي الكتاب شكل الكسر الكوميونيتي ده ما بيتسالش في الامتحان يعني اقل واحد في الاهميه بصراحه. شكل الكسر بيقول لك كده ان هو عباره عن راديتنج لاينز كونكتد باي كونسنتريك رينجز كده. بص المنظر ده اهي عباره عن خطوط طالعه من بعض كده راديتنج لاينز وفي دواير كده مربطاهم ببعض اللي هو المنظر ده بالظبط ده شكل الكوميونيتي فراكشر. بيقولوا ان ممكن الكوميونيتي فراكشر يكون ديبريست كمان يعني ايه؟ اهي بص المنظر ده يعني هو كسر متفتت لكن العظمه كلها داخله لجوه شويه فهو كوميونيتد لكن في صفه برضه ديبريست
فبيسموه ايه؟ واخد ما بين صفات الاثنين فبيسموه depressed comminuted ولا comminuted depressed، يعني كسر هو اساسا comminuted خلاص، لكن داخل لجوه شويه يعني في صفه depressed نسميه ايه؟ ولا ما تفرقش؟ ممكن نغيرها؟ لا تفرق. طب لازم تتقال كده، لازم تتقال depressed comminuted، هو اساسا comminuted ده انجليزي عادي جرامر يعني قواعد انجليزي، لما تلاقي واحد طويل ماشي في الشارع this is a long man هو اساسا man، لكن في صفه الطول الصفه بتتقال في الاول يعني، فده تقول لك كده depressed comminuted. شفت الهيافه دي؟ لا هو اللي وقع تفتت طبعا، لكن نتيجه الضربه برضو العظمه دخلت لجوه يعني خسر لجوه، بس هو اساسا يعني لما تشوف المنظر ده لما تشوف المنظر ده تقول ده ضرب بشاكوش ولا وقع من فوق؟ هو لا ده اساس الكوميونيتي، ده وقع من فوق طبعا، يبقى هو الاساس كوميونيتي خلاص. هو بقى لو واحد اتضرب قبل ما يوقع هتلاقي عنده ده، هتلاقي عنده ديبريست بقى لوكالايزد كده بشكل محدد غطيتها كلها في النص كده، تلاقي في حاجه مكان، ومش لازم بقى يعني ديبريست مكان تاني، مش لازم اللي قتله هينشله ويحس يوقع على الفيلم، مش هو رميه من فوق، رميه مش بمزاجه، ما الراجل بينزل بيقعد وكل واحد وهو بيقع بيجود بطريقه، واحد يقع كده وبعدين طريقه ماشي يا جماعه. فده بالنسبه ايه؟ كوميونيتي فاكشن. رابع نوع من الكسور اخر واحد فيهم بقى اللي هو الكات فراكشر، الكسر القطعي، ده الوحيد اللي سببه هيفي شار اوبجكت. يبقى لما يقول لك اخر سنه اتكلم عن الفراكشرز كوزد باي هيفي بلانت اوبجكت تقول له ايه؟ الفيشر والديبرست والكوميونيتي، لكن الديبرست بيكون لوكالايز انما كلهم بلانت خلاص. لو قال لك هيفي شار هو ده مفيش غيره كات فراكشر. ايه بقى الهيفي شار اوبجكت اللي تعرفوها؟ حاجه تقيله وحاده ليها اتش زي ايه؟ هما ثلاثة مفيش غيرهم، الاكس اللي هي البلطة، والشوبر اللي هو الهيفي نايف اللي هو السطور بتاع الجزارين ده، وفي واحد ثالث قلنا عليه امبارح اللي هو الاختراع المصري اللي هي الفاس بالظبط، مفيش غيره خلاص. يهمني بس ان الاكس البلطة دي يا جماعة العصاية كده والسلاح عامل كده، انا بقطع بيه الشجر والحاجات دي، بس السلاح مش رفيع كده، السلاح عامل زي الهرم تريانجولا خلاص. بص المنظر ده، فلما بمسك البلطة بتاعتي وبضرب واحد بضربه دايما بالانجل بالسن اللي تحت دي، مش بضربه كده خلاص، بضربه بالانجل دي، فبيعمل لي فراكشر واخد تراينجل من شيب، دايما البيز اوف ذا تراينجل ناحيه العصايه يعني ناحيه الاسيلنس، يعني برضو ضربه الاكس دي ممكن اعرف منها القاتل كان واقف فين. بص الجار ده، ده جار عندنا في المتحف عباره عن واحد اهو واخد ضربه تحت عينه مثلثه اهي خلاص، تراينجل من شيب خلاص، والبيز فين؟ هو طبعا الفراكشر مش الحته الصغيره دي بس، ده وصل لحد الانجل تحت كده، لكن البيز موجود هنا. ينفع اكون انا اللي ضربته؟ لو انا اللي ضربته كان عمل المثلث عامل كده، كان البيز يبقى ناحيه هنا خلاص. اللي ضربه ده كان واقف بيهايند اند زريفت، واقف كده كده، كان خناقه بقى وراح ضربه من المنظر خلاص. الجار ده عندنا بقى له اكتر من 90 سنه لا الغريب الجبار بقى انه بعد ما خد الضربه دي عاش لمده شهر الى شهر ونص، لان حصل له انفكشن ما ماتش على طول. الناس زمان كانوا مختلفين يعني، مفيش اصلا ولا انتي بايوتيك ولا بتاعه وقاعد لوحده، مفيش الكلام ده، ما كانش فيه بقى ولا صفيناز ولا ناس بتوع زي، كان الدنيا كان الناس كلها يعني بتبقى صحتها وكده كويسين ماشي يا جماعه. طيب ده بالنسبه للكات فراكشر وانواعه. يلا ده السؤال اللي احنا قلنا عليه، منشن تو سكال فراكشرز اوكيرينج اكسكلوسيفلي ان شيلدرن اند يونج ايج. دايستاتيك بوند فراكشر، دايستاتيك بوند فراكشر تمام، انما لو قال لك قول لي ثلاثه فراكشر بيحصلوا في الاطفال وبتاع، زود عليهم بصوره عامه يعني، زود عليهم الجرين ستيك فراكشر اللي احنا قلنا امبارح. طيب بعد كده ادي البوند والدايستاتيك، هم دول ايه بيحصلوا في الشيلدرن واليونج ايج؟ السؤال ده ما جاش قبل كده بس يعني خلاص بقى، احنا في الاسئله دي ممكن تيجي قوي دلوقتي. بعد كده بدا يكلمني بقى عن الهيلينج اوف سكال فراكشرز خلاص. تفتكروا مين في الاربع انواع بتاع سكال فراكشر اللي ممكن يحصل هيلينج؟ طبعا الكوميونيتي ده انسى، ما فيش حاجه اسمها هيلينج للكوميونيتي، ده بيموت ساعتها، اللي بيقع من الدور العاشر ده العظمه بتتكسر كذا حته، كل جزء بيخش في البرين زي السكينه، بيبقى حاجه اسمها برين لاسريشن، تهتك في المخ بيموت ساعتها
خلاص. وما اللي بيحصل له هيلينج اللي هو مين الفيشر طبعا. الكات برضه ما بيحصلوش ضرب الحده دي غالبا بيموت على طول غالبا يعني خلاص. انما اللي بيحصل هو الفيشر والديبريست لو اتلحق. لو واحد ضرب بشكوش على دماغه وعمله ديبريست وسبته هيموت في برين كومبريشن ضغط على المخ. فاحنا بننقذ حياته ازاي؟ بنعمل عمليه اسمها تريفاين اوبريشن عمليه التربنه. مكنه كده تروح شايله قرص العظم اللي ضغط على المخ ده تروح شايله بره خلاص. ناخد بقى الهيلينج. يبقى نتكلم عن الفيشر اول حاجه. الفيشر بيحصل له هيلينج ازاي؟ لو ضربت واحد بيشوم على دماغه كده الفيشر بيبقى نو بون ديفكت يعني هو العظم لازق على بعض كده بس في خط بالنص. فده بيحصل له كومبليت هيلينج في خلال 3 شهور. لو عملت له اكس راي بعد 3 شهور مش هتشوف حاجه بيختفي تماما بيخف تماما 100% الا في حاله واحده بس لو كان بسبب الكسر ده حاجه بس عدت ما بين التو ايدج شعر مثلا او فاشيه او اي حاجه خلاص. ساعتها هتلاقي البون بقى ناعم من هنا سموث من هنا كده وسموث من هنا وعمره بيلحم مع بعض تاني خلاص. ساعات بيسموها ايفول فورميشن بيعمل زي العاج ايفول فورميشن. الكلمه دي مش في الكتاب بس اللي عايز يعرفها يعني خلاص. يبقى الفيشر بيخف تماما في 3 شهور الا لو في اي استراكشر موجود ان بتوين ساعتها بتلاقي الايدج بقى سموث بنسميها احنا بقى كده يسموها ايه ايفوري فورميشن. طب نمره 2 الديبريست فراكشر بقى ده بيخف ازاي؟ هو طبعا مش الديبريست اللي هو بيسموه بون ديفكت. هو كان عنده ديبريست فراكشر عملوا له عمليه تريفاي اوبريشن فسابوا له بقى خرم في دماغه كده بعد العظمه دي ما اتشالت في جاب. الجاب دي هتفضل موجوده طول عمره ولا بتقفل عادي؟ عمرها ما بتقفل تاني. ليه ان شاء الله؟ لان الفلات بونز اللي هي السكال والاسترنم والهيب بون والسكابولا الحاجات دي كلها بيسموها ايه؟ ممبرينس الاورجن. غير العظم الطويل، العظم الطويل ده اسمه ايه؟ كارتيلاجينوس. ده لما بيتكسر بيلحم بعظم عادي لانه كارتيلاجينوس الاورجن. ليه؟ انا هقول لك خلاص. فده الشخص ده عظمه ممبرينس الاورجن عمره ما بيرجع عظم تاني بيفضل مفتوح كده طول عمره. دي بيسموها عاهه مستديره خلاص. الدكتور اللي بيعمل له العمليه دايما يقول له ايه بعد العمليه؟ يقول له اوعى تقف في الشمس. لو وقف في الشمس ضربه شمس فاتت بالنسبه له. اوعى تخش اي خناقه لان اي ضربه خفيفه ده البرين اكسبوزد على طول خلاص. اي ضربه خفيفه ممكن تموته. فتلاقيه دايما لابس كاسكيته كده. هو دلوقتي كان يعني من فتره كان بيعالجوها ازاي؟ بيعملوا حاجه اسمها ميتال بليت حاجه معدن كده بحيث تقفل بس الحته دي. كان بيتعرف في المطار داخل المطار والله يعني ايه العمومه كلها دي بتزفر بره والله بتعرف على طول كده. او مثلا يبقى يعدي جنب محطه كهرباء جهد عالي مثلا ماجنتيك تلاقي شد عليه خلاص. دلوقتي بيقول بيعملوا ساعات بون جرافت في حاجات جديده بيعملوها يعني. المهم ان عمره بيرجع طبيعي تاني. انما بيحصل له هيلينج ازاي بقى؟ لو عاش بعد العمليه كده تلاقي بعد 3 شهور تبدا الايدج دي تبقى سموث ويبدا يطلع منها ممبرين فايبرس ممبرين خفيف كده. وبعد سنه كامله بيحصل كومبليت ممبرين فورميشن تقفل تماما بممبرين لكن ما يقفلش البون خلاص. ممبرين خفيف كده لو مديت صباعك فيه كده هيتقطع خلاص بجد. ممبرين بيبقى فين في الاول بعد كده بعد كام سنه بيبقى فيك شويه لكن برضه بيبقى ايه ما بيقدرش يعمل حمايه للبرين يعني خلاص. يبقى السكال ديفكت بيخف ازاي؟ بعد 3 شهور سموث ايدج ستارتنج ميمبرين فورميشن وبعد 1 يير كومبليت ميمبرين فورميشن. ماشي يا جماعه؟ ده الهيلينج بتاعنا اهو وعرفنا بيحصل ازاي. طيب يلا سؤال اهو فاينل 2014 جه السنه اللي فاتت. سؤال ترو فولس. ذا هيلينج اوف سكال فراكشرز از ان انديكيتور اوف سرفايفل تايم. صح ترو مش كده؟ هتقول لي ترو واشرح له بقى الكلمتين دول. يبقى الهيلينج بعرف انه عاش قد ايه بعد الضرب. اقول له لو كان فيشر بيبقى كومبليت بعد 3 شهور ولو كان ديفكت بيحصل كذا وكذا وكذا. اشرح له بقى الكلمتين دول خلاص. شفت اسئله ترو فولس يعني مش بسيطه يعني فيها كلام فيها شرح. ما ضربتين بيكفي ان شاء الله. الاول سوري امتحان الشوك اكزام ان شاء الله هيكون يوم 11/11 النهارده كام؟ احنا عندنا بس انتوا كنتوا متوقعين ان هو في المحاضرات الاخرانيه يعني الاسبوعين اللي في الاخر او الثلاثه اللي في الاخر يعني ما ينفعش يبقى النهارده مثلا المفروض في الاواخر يعني. الطب الشرعي عندنا ما كانش بيتحدد قبل كده بس يعني بيتحدد قبلها باسبوع. السنه دي يعني كده يقال يعني هيكون دايما الاثنين بتاع الاسبوع الخامس من الراوند
فبالنسبه لك اليوم 11 11 ان شاء الله صيام يعني اجازه الحلاقين ما اعرفش يعني بس ليها علاقه بحاجه يعني فهو ان شاء الله يوم 11 11 عندنا وقت يعني باذن الله بيكون الشوك اكزام ان شاء الله قبلها بيحددوا لكم مثلا هيدخل الامتحان في لسه الموضوع ما اتحددش بس هو غالبا بيكون الديث والبوست مورتم تشينجز والوونز والهيد انجريز والجنرال توكسيكولوجي والكوروسيفز ما شاء الله الحاجات دي ثابته طبعا احنا مخلصين الحاجات دي لسه الجنرال بس الكلام ده بسيط طبعا طب دكتور الكلام ده لسه سيرتيفيكت هناخدها ده ما ده لازم الشوك اكزام الشوك اكزام ده 10 درجات 7 على الاسئله بتاعت المواضيع دي اسئله صغيره كده يقول لك يعني ايه مثلا كلمه ايه الفرق بين الرايدو مورس وذا بيك سبيس حته صغيره كده جدول يعني سؤال اساسي هم 7 درجات على مثلا 3 اسئله سؤال درجتين واحد واحد ونص واثنين واحد يعني المهم بيوسع 7 درجات على 3 4 اسئله وفي 3 درجات على ديث سيرتيفيكت شهاده وفاه هنتدرب عليها ان شاء الله وهديكم كام واحده كده ما بتخرجش من الامتحان ان شاء الله يعني احنا كاردر انفكشن يا دكتور احتشاء عضله القلب هي دي ما بص ايه هناخد كام واحده كده بالعربي والامتحان ما بيخرجش منه ان شاء الله باذن الله يعني ماشي بس عليه اكتر شويه مثلا 3 درجات او حاجه خلاص وفي كيس صغيره زي الكيس اللي احنا بنشوفها دي واحد عنده 16 سنه وعنده جرح مش عارف ايه ازاي تعرف ده كات ولا كونتوز حاجات كده خلاص وفي 5 اسئله ترو فولس هم دول المشكله الحقيقيه في الامتحان يعني خلينا نراو 2 و5 يعني الامتحان ده بيكون عليه 25 درجه بتاعتين نراو منهم 10 درجات ترو فولس و15 درجه بقى متوزعين على كيس عليها مثلا 6 7 درجات والباقي شورت كويستشنز فرق بين كذا وكذا حاجات كده مش فاهم عليه كام لما ليه والمادة كلها عليها 200 درجة في 70 درجة من الامتحان وفي الراوند و 130 درجة اخر السنة 70 درجة عبارة عن 10 شوك و 25 اند راوند و 30 عملي و 5 اكتيفيتيز مع المعيد بقى كده في في الراوند بس مفيش عملي اخر السنة دي ميزة قوية جدا هنخلص منها في الراوند يعني وبعد كده 130 درجة اخر السنة 30 اورال و 100 نظري 100 نظري دول 70 اسئلة ريتن اسي وفي 30 ام سي كيو MCQ matching مع بعض يعني. مفيش MCQ غير آخر السنة بس. في الراوند مفيش MCQ واحد. ماشي يا جماعة؟ لا خير إن شاء الله. والله الدنيا هتبقى حلوة وظريفة بإذن الله. وأنتوا خلاص خدتوا مناعة بقى أنتوا بتمتحنوا بقى خلاص. وبعدين سنة رابعة المفروض إن هي يعني كانوا بيقولوا لك إن هي أسهل سنة في الكلية. هي فعلا اسهل سنه في الكليه لا هو الكوميونتي يعني بص انت دلوقتي هتقول ايه القرف ده وايه اللي احنا بناخده ده مش عارف ايه لما توصل سنه 5 وسنه 6 هتعرف سنه 4 دي سنه 4 دي يا 5 و6 عايزين لا بقول لك عشان تبقوا مش رعب ولا حاجه بس عايز ابقى جامدين ده مش عايز النسا والجراحه والبطن والحاجات دي 10 صفحات في اليوم مش عايز مجهود 10 صفحات في اليوم بكره تفتكرني انت بتاخد بقى 30 صفحه في ساعه ساعه البطن والجراحة ده فوق ده والله العظيم العلم متبهدلين ماشي يا جماعه طيب لحد دلوقتي بنتكلم عن اصابات الراس خلصنا جزء حاجتين من الاربعه خلصنا اصابات فروه الراس سكاب انجز وخلصنا اصابات السكال اللي هو العظم ندخل نمره ثلاثه بقى على اصابات المينينجيز ديورا بقى الحاجات دي اللي هو اللي بيسموه الانترا كرينيال هيموليتش نزيف داخل الجمجمه داخل السكال خلاص انتوا عارفين بصوا رسمه تخيليه كده يا جماعه ادي السكال بون العظمه اهي انا بس موسع المسافات شويه العظمه اهي تحتيها في غشاء اسمه ديوراماتر اللي هو بالعربي يسموه الام الجافيه خلاص وعلى فكره هي اساسا كانت متسمية بالعربي كان ايام زمان بقى كان كتاب القانون في الطب بتاع ابن سينا كان هو المرجع الطبي الوحيد في العالم كله وفضل كده 6 قرون هو المرجع الطبي الوحيد وكان هو اللي مسميها كده الام الجافيه بعد كده مع النهضه العلميه بتاعت اوروبا بدأوا يترجموا كتب فترجموا الكتاب ده فقال لك الام الجافيه الام يعني مطر باللاتيني ماتر الجافيه قاسيه يعني ديورابل كده جامده يعني ديور فسموها ديورا ماتر سموها على اسم عربي خلاص اللي تحتيها اسمها الام العنكبوتيه
اللي هو بيسموه ايه؟ لازم اعرف العربي عشان شكله وفاهم. خلاص يبقى الثاني اسمها الام الجافيه اللي هي تيونوماتر، الثانيه الام العنكبوتيه اللي هي الاراكنويد ماتر، برضه ترجموها اللي هي اراكنوس اللي هو سبايدر يعني عنكبوت فسموها كده اراكنويد ماتر. اللي تحتيها اسمها البايا ماتر الام الحنون، خلاص سيمبا فيه مش عارف تعاطف وحنون كده فسموها بايا ماتر. ماشي يا جماعه؟ لو واحد بقى خد ضرب على دماغه وحصل نزيف، بيحصل نزيف في انهي لير من دول؟ يا اما يحصل النزيف خارج الديوره فيسموه اكسترا ديورا، يلا خليكم معايا اكسترا ديورا هيموريج او بيسموه ابي ديورا هيموريج. يا اما نزيف تحت الديورا اسمه صاب ديورا، يا نزيف تحت الاراكنويد اسمه صاب اراكنويد، يا نزيف تحت البايا. لا هي الرسمه دي على فكره غلط، المفروض الرسمه تبقى كده، البايا مفيش مسافه بينها دي لازقه على البرين تمام ما بيحصلش نزيف تحتها، انما يحصل نزيف جوه ماده المخ نفسها اسمه انترا سيريبرال هيموريج. يبقى وات ار ذا تايبس اوف انترا كرانيال هيموريج؟ اربعه اكسترا ديورال سب ديورال سب اراكنويد انترا سيريبرال. في فرق بين كلمه انترا كرانيال وانترا سيريبرال، خلاص ده اسمه انترا سيريبرال اللي جوه ده انترا سيريبرال، انما كل الانواع دي اسمها انترا كرانيال. ناخدهم واحده واحده بقى كده ونبدا باول نوع اللي هو الاكسترا ديورال هيموريج اللي هو بين قوسين اسمه ابي ديورال هيموريج، ده الاسم الثاني لازم اعرفه، اكسترا ديورال او ابي ديورال هيموريج. ماشي يا جماعه؟ لما تسال على اي نوع من النزيف في الامتحان سواء اكسترا ديورال او سب ديورال او سب اراكنويد، اول كلمه لازم تبدا بيها الاجابه، اول معلومه لازم ابدا بيها في الاول كده يعني عينيا بتدور عليها، لازم تتكتب في الاول، لازم تقول لي الاكسترا ديورال ده ينفع يكون تروماتيك ولا باثولوجيكال. اول كلمه لازم تقول يعني ايه؟ يعني شرحت واحد ميت لقيت عنده نزيف خارج الديورا اكسترا ديورال، هل تقول ان الراجل ده خد ضربه على دماغه واتقتل، ولا تقول ان هو يا عيني كان عنده هايبر تنشن وحصل له نزيف في المخ لوحده كده باثولوجيكال؟ اكسترا ديورال از اولموست اولوست تروماتيك، اول معلومه لازم تقولها ده تروماتيك. كل نوع نزيف هناخده دلوقتي لازم تقولي ده تروماتيك ولا باثولوجيك. ده تروماتيك اللي ميت وتشرحت ده عنده اكسترا ديورال، ده ما بيعملش موضه عاديه، ده مضروب على دماغه. خلاص المعلومه الثانيه بالترتيب اللي لازم تكتبها لي في الامتحان لازم بالترتيب ده، نمره 2 لازم تقول لي الاورجن او السورس او البليدر بينزل منين، ارتري ولا فين ولا ايه بالظبط؟ لا ده هو ارتري مشهور جدا في 90% من الحالات او 99% من الحالات، ارتري مشهور ماشي في المنطقه الخطيره دي اللي هي التمبورال اريا، اسمه ميدل منجيال ارتري، عامل لنفسه تانل كده جروف جوه العظمه من جوه ماشي بيها. فلو واحد خد ضربه في هذا المكان الخطير تمبورال اريا يروح عامل لي فيشر فراكشر، الفيشر ده معور الميدل منجيال ارتري يحصل فيه تير في الميدل منجيال ارتري. خلاص لو الضربه جامده قوي بيحصل تير جامد، بيحصل نزيف من الاول كبير جدا، لكن غالبا لان المكان ده مزنوق قوي والديوره قافله عليه فبياخد البليدنج بيبقى بطيء وبياخد وقت طويل شويه. ماشي يا جماعه؟ فده بيسموه ايه؟ تير في الميدل منجيال ارتري. يعني اكسترا ديورال از ارتيريال ان اورجن، في احيان نادره بيكون فينس الاورج، بس ده نادر جدا. لو واحد مثلا اتعور عنده الاميشري فينز، الفينز اللي هي بتخترق الاسكار دي، ممكن بس حاجه نادره قوي. خلاص يبقى هي اولموست اولويز برضو ارتيريال ان اورجن، في حالات قليله ممكن يبقى فينس بس ده نادر يعني. طيب كلينيكال بيكتشر، الراجل بقى اللي عنده المنظر ده وعنده اكسترا ديورال هيموريدج ده شكله ايه؟ هما حاجه من اتنين، يا اما لو كان النزيف جامد قوي من الاول والضربه جامده بيحصل من الاول برين كومبريشن ضغط على المخ كده وليه صوره معينه هناخدها بكره ان شاء الله، يا اما بقى اللي بينزف بالراحه ده بيعمل حاجه في الطب تقريبا اهم حاجه في كتاب الطب الشرعي كله، هنجيب سيرتها دلوقتي ونشرحها بكره بالتفصيل ان شاء الله. خلاص اهم يوم بعد بكره يوم الخميس ان شاء الله، اهم موضوع في كتاب الطب الشرعي كله خلاص اللي هي الحته دي، ان العيان ده يحصل له كونكشن passing to compression with lucid interval. ايه ده بقى ان شاء الله؟ هو خد ضربه على دماغه ففقد الوعي ثواني كده وبعد كده فاق، دي اسمها كونكشن ارتجاج المخ. خلاص اغلب الناس اللي بيحصل لهم كونكشن بيرجع احسن من الاول، كومبليت ريكفر زي الضربه القاضيه في الملاكمه كده بيرجع طبيعي 100%. خلاص في ناس بقى حظهم المنيل يتحول من الكونكشن البسيط ده الى كومبريشن ضغط على المخ، ودي حاجه فيتال، يفوق في الاول يبقى صاحي فتره كده بعد كده يرجع يفقد الوعي تاني من الكومبريشن. الفتره اللي في النص اللي هو صاحي فيها دي بيسموها اللوسيد انترفال، الفتره البيضاء او الفتره الصافيه كلير انترفال. خلاص هناخدها بالتفصيل بكره. وكلمه لوسيد انترفال والله يا جماعه اهم موضوع في كتاب الطب الشرعي قاطبه كله، اللي دايما يتسال بيتسال في الامتحان على طول لازم تساله فيه لوسيد انترفال، هنعرفها بكره بالتفصيل ان شاء الله.
طيب differential diagnosis، هل الاكستردول هيموريدج في حاجه ممكن تلخبط معاه؟ احنا خدنا حاجه قبل كده، حاجه اسمها هيت هيماتوما، خدناها فين دي؟ ايه الهيت هيماتوما دي؟ هي مرت علينا بسرعه كده، قلنا الراجل كان بيشرب سيجاره ونام وهو بيشرب سيجاره، راح السيجاره النار دي راح ماسكه في الكنبه اللي نايم عليها، راح ماسكه في الستاره، البيت كله اتحرق وهو مات. مات لسه ال CSF والدم اللي بقى عمال يتبخر كده، فيبدا يعمل له فيشا فراكشر اسمه الثيرمال فراكشر. خلاص ممكن الدم ده يعمل لي هيماتوما صغيره كده اسمها اكسترا ديرم، لكنها حجمها صغير صغيره اسمها هيت هيماتوما. خلاص غير الاكسترا ديرم اللي احنا بنتكلم عليها بتاع التروماتيك، ده كان واحد عايش وخد ضربه على دماغه وتعمل لي لارج هيماتوما. الجدول اللي انا قلت لكم عليه ده خطير، الجدول ده خلاص كان في كلمه في اسمها اكسترا ديرم هيموريدج، الثيرمال بيكون اسمه هي دي اسمها هيت هيماتوما. خلاص الجدول ده بيتقال مع اسئله كتير قوي، هذا الجدول اربع نجوم على الاقل، مهم جدا، موجود في صفحه كام في الكتاب؟ ما اعرفش بقى بعد ما الدنيا اتلخبطت والشباب اللي دخلت بعضيها وما بقتش عارف تبع هو تبع الثيرمال تبع البيرن مش عارف صفحه كام يعني. من جدول الفرق بين الثيرمال اوتوماتيك ده مهم. طيب ده اول نوع من النزيف اللي هو الاكسترا ديورال هيموريدج. تاني نوع سب ديورال هيموريدج، خلي بالكم بقى المره دي شرحت الراجل لقيت عنده نزيف تحت الديورا. اول معلومه لازم ابدا بيها، ده ينفع تروماتيك ولا باثولوجيكال؟ برضو غالبا تروماتيك، يبقى سواء اكسترا ديورال او سب ديورال هما الاثنين غالبا الراجل ده اتضرب على دماغه غالبا تروماتيك. لكن الفرق بقى بصوا يا جماعه، التروما اللي تعمل اكسترا ديورال غالبا دايركت ضرب على دماغه شومه على الحته دي على التمبرال اريا، اما التروما اللي بتعمل سب ديورال دي غالبا انيرشيا زي ما نشوف دلوقتي، الام اللي مسكت ابنها وعماله تهزه بعنف كده، الولد من جوه بيتبهدل بيحصل له سب ديورال هيموريدج، من ضمن الحاجات اللي بتحصل. خلاص يبقى واحد دايركت تروما والتاني انيرشيا تروما مش ضربه مباشره هتيجي الهز والحاجات دي. ماشي يا جماعه، الاهم في الامتحان هو الاكسترا ديورال، لكن اللي بنشوفه في الحياه كتير انا شفته كذا مره في ناس قرايبنا وكده هو السب ديورال هيموريدج، وهنعرف دلوقتي بيحصل في الاطفال الصغيرين والناس العواجيز لاسباب معينه هنعرفها دلوقتي. طيب تاني معلومه، لما تسال على اي نوع نزيف اول كلمه تقولها لي تروماتيك ولا باثولوجيكال؟ تاني حاجه تقولها لي تقولي لي البليدر النزيف بيجي منين السورس بتاعه؟ قلنا الاكسترا ديورال بيجي منين؟ ارتيريال ان اوريجين ميدل منجيال ارت. طب ده بيجي منين؟ ده بقى اولمست اولز فينس ان اوريجين، ده فينز، فينز معينه مشهوره قوي اسمها البريدجنج فينز، الاورده الجسريه عامله زي الكباري كده. ايه بقى البريدجنج فينز دي؟ بصوا يا جماعه تخيل مع بعض رسمه كده، ادي فروه الراس اللي فيها الشعر اهي، وتحتها السكال العظمه، بس هوسع المسافات عشان نفهم، بس العظمه هي اللي هي السكال، وتحتها في ديورا، وبعدين الاركنويد، وبعدين البرين بقى اهو، وبعدين بايا ومش عارف ايه. خلاص قلنا امبارح ان في فينز بتجيب الفينس بلاد اللي من هنا عايزه ترجعه للهارت، الفينز اسمها ايه؟ امش، او قلنا النهارده اسمها امش ريفينز، تخترق كده سكال وتصب هنا في حاجه اسمها ديورال ساينسز فينس ساينسز، ومن هنا يبدا الدم يتجمع يوصل للانترنال جاجولار فين ويروح راجع على السيريو فينا كيف ويرجع للهارت، ده الطبيعي اسمها امش ريفينز جايه من بره لجوه. في بقى فينز ثانيه بتجيب الفينس بلاد اللي من البرين، الدم اللي هنا بيروح فين؟ بيطلع عن طريق فينز ثانيه اسمها البريدجنج فينز، تطلع من البرين وتخترق كده وبرده تصب هنا في الفينوس ساينس وترجع برده للانترنال جاجولار فين وترجع للهارت. خلاص هي دي اللي بتتقطع وتعمل لي سب ديورال هيموريدج، الطفل اللي امه ماسكاه وعماله تهز بعنف والبرين عمال يترج بعنف كده يحصل قطع في الحته دي كده فيحصل له سب ديورال هيموريدج من البريدجنج فينز. خلاص يبقى هي فينوس الاوريجن. طيب بصوا بقى الحته دي البريدجنج فين اهي، هي فينز باسنج فروم سيرفس اوف ذا برين تو فينوس ساينسز ان ذا تيوب. بص بقى الحته الغريبه دي، تايبس انواع السب ديورال هيموريدج، يقول لك بقى ان السب ديورال ده يا اما اكيوت يا اما كرونيك. ايه الكلام الفارغ ده بقى؟ اشمعنى الاكسترا ديورال من شويه ما قلناش عليه انواع؟ ده هو نوع واحد، هو كله اكيوت، خد ضرب على دماغه وبدا ينزف. ليه بقى هنا في منه اكيوت وفي منه كرونيك؟ ايه الفرق يعني؟ لان الثاني كان ارتيريا ان اوريجن، لو الارتر اتقطع بيفضل ينزف لحد ما يحصل حاجه من الاثنين، يا يموت يا تلحقه تروح فاتح في مخيط الارتر ده.
انما ده فينس الاوريجين. يعني ايه فينس الاوريجين؟ يعني بدا ينزف لما الدم يزيد شويه بيروح ضاغط على الفين يقفله انه فين فين وول كده فبيقفل بسهوله. بعد شويه بعد فتره لاي سبب من الاسباب الضغط زاد او حاجه فبدا ينزف تاني لحد ما الدم يزيد يروح موقفه خلاص. يبقى هنا في حاجه اسمها كرونيك ممكن ينزف على مدى فتره طويله اسمها كرونيك سبديورال لانه فينس الاوريجين خلاص. يبقى هنا في منه اكيوت وفي منه كرونيك كوز اتس فينس الاوريجين. ماشي يا جماعه. ايه الاكيوت بيحصل ازاي؟ في الطفل اللي احنا قلنا عليه المسكين ده اللي هو بيسموه شيكن بيبي سندروم. الام اللي مسكت ابنها وقعدت تهزه بعنف كده يحصل له تير في المكان ده يسموه شيرنج ستريس. لا الطبقات البرين بتلف على بعض والبين ده ممكن يتقطع بسهوله بالطريقه خلاص. الولد ده بريدجنج بين بعرفه ازاي؟ كلينيكال بيكشر بتاعته بتلاقي الطفل بعد الحركه دي فقد الوعي شويه وبدا يفوق يبدا بقى النزيف ده يفضل شغال لحد ما يخش في كومبريشن فبيسموها كونكشن باسنج تو كومبريشن ثرو اليوسر انترفال. يعني اليوسر انترفال ما بتحصلش مع الاكسترا دورا بس ممكن كمان تحصل مع الاكيوت سب دورا هيموج خلاص. في نوع ثاني بقى اللي هو الكرونيك. بيحصل ازاي بقى الكرونيك سب دورا هيموج؟ هي كلمه واحده كرونيك سب دورا. بيحصل يا جماعه ان كيس اوف الكلام ده مهم قوي ريبيتد ماينور تروما. واحد بيتعرض لضربات صغيره كده على مدى فتره طويله زي مين؟ زي نسع وجيز. على فكره السب دورا ده هو مرض الاكستريمز اوف ايج يحصل في الاطفال الصغيرين قوي وفي الناس الكبار في السن. الاطفال الصغيرين ليه؟ عشان الفايلنت شيكن الشيكن بيبي سندروم. طب الناس الكبار في السن تفتكر ليه؟ يعني بص كاتب لك ايه كومن ان ايلدرلي كرونيك سب دورا كومن في الناس الكبار العجيز. ليه؟ عشان لما بيقوموا بيبقوا هايبوتنسيف. لا هو يعني الناس العواجيز قوي كبار قوي في السن بيبدا يحصل لهم حاجه اسمها زي برين اتروفي. حجم البرين بيقل فتخيل لما البرين ده حجمه يقل كده يبقى البرين ده هيمشي مسافه اطول فمعرض للاصابه بسهوله. الناس الكبار في السن مع اي وقعه خفيفه ممكن بسهوله يحصل له سب دورا هيموج. الكبار دول تخلي بالك منهم قوي ما تخلوش يطلع على حاجه عاليه او كده اي وقعه بسهوله بيحصل له سب دورا هيموج بسهوله. يعني يحصل له نزيف دلوقتي تلاقي بعد مثلا 6-7 اشهر بدا يجيله كونفالجنز وحاجات كده خلاص. يبقى ده بيحصل للناس العواجيز بالذات عشان ايه؟ الاتروفي برين اتروفي بسيط كده عشان كده بيحصل لهم سمايل ديمنشن بقى التخريف والحاجات خلاص. نمره 2 بيحصل برضه في الدايابيتكس يعني مش مهم قوي الدايابيتك عشان عندهم يعني بينزف اكتر شويه. والجماعه الالكوهوليكس دي مهمه قوي الخمورجيه بيحصل لهم كرونيك سب دورا هيموليز كتير. ليه ان شاء الله؟ لانه بيشرب وبيتطوح وراسه بس تخبط في اي حاجه خفيفه كده وخصوصا ان هو خمورجي يعني الكبد بايظ عنده فعنده بليدنج تندنس فبينزل بسهوله. كل شويه كل فتره بقى بيتعرض الى ريبيتد ماينور تروما فيحصل له الكلام ده خلاص. يبقى اكثر ناس معرضين للسب دورال هيموريدج هم الاطفال الصغيرين والعواجيز اكستريم اوف ايج والالكوهوليكس خمورجيه برضو اكثر ناس فعلا. ماشي يا جماعه. كان في سؤال جه مره من سنه 2007 سبع سنين ولا حاجه. السؤال جالهم ازاي بقى؟ صعب انسكيو جه يقول لهم ايه ذا كومنست تايب اوف انترا كرينيال هيموريدج اوكيرنج ان بوكسرز جماعه الملاكمين از اكسترا ديورال ولا سب ديورال ولا سب اراكنويد ولا انترا سيريبرال. الملاكمين سؤال غريب شويه يعني. ها هو سب ديورال عشان الحته دي لان هم دول معرضين ريبيتد مايلوتروما كل يوم ماتشات وبوكسات خفيفه حاجات زي كده. اي ريبيت اي حد بيتعرض للريبيت ماينر تروما يحصل له اصابه دورا هو ده نوع النزيف الاهم اللي بخاف منه خلاص. يبقى الكلمه دي مهمه قوي ريبيت ماينر تروما يعني هو يحصل لهم كرونيك مش هتفيد الايه؟ كرونيك اصابه دورا كرونيك اصابه دورا بتحصل كتير غير بقى الباركنسونيزم وكلام وكده بس مشاكل كتير. ضرب الراس ده خطير يعني لعبه خطيره البوكس بصراحه لعبه خطيره طبعا ملاكمة المحترفين مش اللي هو بيلبسوا واقي للراس كده انما المحترفين ام ام اي هو احنا برضه الرجاله بتسال ايه الهدف من عروض الازياء؟ واحده ماشيه تقعد تعمل بص الملاكمه الجهد دي حاجه جوانا يعني تقع في الاخر عنف واضرب الكيلو ومش عارف ايه تقع في الاخر يعني في بترضي ناس كتير المصارعه والحاجات دي يعني في ناس بيحبوا حاجات كتير ماشي يا جماعه. طيب بالنسبه بقى للكلينيكال بيكتشر اتفقنا
لو كان اكيوت صاب ديورال هيموريج الطفل الصغير ده يحصل كونكشن باسنج تو كومبريشن ثرو ليش الانتر. طب الراجل العجوز اللي وقع من 6 اشهر وبعد كده بقى فضل فتره طويله في عنده مشاكل ونزيف كده خفيف بتاع يبدا يجي له بقى صداع مستمر وحاجات زي كده. مش مهم قوي الكلام ده ما تسالش قوي. اللي يهمني بس ان الراجل ده لو مات الراجل الكبير في السن ده لما بيموت تيجي تشرح كده تلاقي فيه هيماتوما تحت الديوره. الهيماتوما دي شكلها مميز جدا عامله كده يسموها لامينيت بلاد كلوت الوان مختلفه لان ده كرونيك كل يوم بينزل حاجه. النزيف القديم قوي ليه لونه غامق في النص كده الاحدث شويه لونه فاتح لونه فاتح وهكذا انه بينزل على مدى فتره طويله خلاص كل شويه ينزف فالفين يروح قافل بعدها بعد شويه ينزف تاني والفين يقفل ينزف تاني وهكذا عشان كده بيعمل كرونيك خلاص بيسموها ايه ديفرنت اهم كلمه هي هيماتوما وذ ديفرنت كلرز ماشي يا جماعه. نوع النزيف الثالث ابص بقى الرسمه دي هتلاقوها في الكتاب عندكم بس انا عندي بقى الوان في الكتاب الجديد هتنزل الوان ان شاء الله يعني في الكتاب هتنزل الوان ان شاء الله خلاص. ده الفرق بين الابيديورال الكتاب كان بقى الابيديورال اللي قصده الاكسترا ديورال ده والسب ديورال خلاص واضح جدا اهو. واحد منهم ارتيريال لونه احمر الثاني فينس خلاص. واحد منهم معاه فيشر فراكشر الاكسترا ديورال الثاني ما معهوش. واحد منهم دايركت تروما الثاني انيرشال تروما وهكذا. في جدول معمول عندكم الحمد لله اول مره يتعمل السنه دي ريحكم في المذاكره يعني كان الاول مطلوب منكم تجمعوا الحاجات دي لوحدكم فدلوقتي عمل جدول مباشر كده. كتاب السنه دي على فكره اكبر من سنه فاتت لكن اسهل بكتير في المذاكره ان شاء الله يعني عشان ماشي لكم حجه بقى ماشي يا جماعه. جدول اهو وسهل ما فيهوش حاجه مفهوم يعني خلاص. نخلص بقى نوعين النزيف الجايين دول ونوقف على كده ان شاء الله. بكره نكمل بقى البريد انجنز بقى ده شكلها مش هنحل نكمل نعمل بس صبر اكنويد ونكمل بكره ان شاء الله. نوع النزيف الثالث هو النزيف تحت العنكبوتيه سب اركنويد هيموج. اول معلومه لازم تقولها لي تروماتيك ولا باثولوجيكال؟ ده بقى اول نزيف بيكون غالبا باثولوجيكال خلاص. ممكن تروماتيك بس قليل اللي هو يوجوالي باثولوجيكال خلاص. شرحت واحد لقيت عنده نزيف تحت الاركنويد لا ده غالبا ده حاجه بقى مفيش جريمه ولا حاجه دي موته طبيعيه باثولوجي خلاص. زي ايه بقى باثولوجيكال هيموريدج؟ غالبا النزيف اللي تحت ادي البرين اهو كده وادي الاركنويد والديورا والحاجات دي. النزيف اللي موجود هنا يا اما حاجه من اتنين يا اما يكون اكستنشن من انترا سيريبرال هيموريدج. الناس اللي عندهم ضغط عالي هنعرف بعد كده ان شاء الله اللي عنده هايبر تنشن واثيروسكلروزيس في ارتري مشهور قوي دايما بيرابشر عندهم جوه هنا في الحته بتاع الكوربا سترايتا دي او في المكان ده اسمه الانتجرال سترايت ارتري يعملوا لهم نزيف خلاص. ممكن النزيف ده لو انت سيريبرال ينتشر يطلع بره يعمل لي باثولوجيكال سب ايه اركنويد هيموريدج. فده اول طريقه اهو من الباثولوجي دي تو اكستنشن من الباثولوجي الانترا سيريبرال هيموريدج. تاني طريقه بقى مهمه موت خلاص. نوع تاني من النزيف بيحصل هنا ديو تو رابشر اوف انيوريزم زي البريان رابتشر اوف انيوريزم. الانيوريزم اللي بتحصل هنا حاجه من الاثنين يا اما كونجنيتال يعني واحد وبتحصل في الفيميل بالذات. انا قلت لكم قبل كده الكلمه دي انا شخصيا لما حد بيقول لي بنت قريبتنا عندها 20 سنه ولا حاجه ولا عندها 15 من اول 15 ل 45 بس اللي بتاعها ماتت مره واحده عمرها ما اشتكت من حاجه عمرها ما كحت ما عندهاش اي مشكله خلاص مره واحده ماتت من اي سبب بنسبة غالبا بيكون بسبب البنت دي مولوده عندها عيب خلق كده في الارتس بتاع السيكلوفيلس موجوده في البرين من تحت خلاص. الحته بتاع البايفوركيشن دي ضعيفه شويه فبدات تعمل انيوريزم اسمها انيوريزم توتيه الشكل بري انيوريزم شبه توتيه خالص يعني لا ولا الهواء ولا سكرينج ولا وطيد ده في البيز اوف ذا برين من تحت وانت عارف ايه ده ثاني لسه مفيش حاجه تشيل بس ما تفتحش معانا بعد كده خالص. اي حد ما يقول والله العظيم احنا كلنا ماشيين كده يعني العظيم انسان اضعف مما تتخيل ممكن في لحظه كده ما تفهمش بدون سبب يعني خلاص. فدي عندها بير انيوريزم يحصلها رابتشر لاي سبب من الاسباب طبعا هيعمل لي نزيف تحت الاركنويد يعمل لي بريند اسرع يعمل ديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر ويموت ساعتها يتموت بسرعه جدا ماشي يا جماعه. يبقى ده اللي هو الكونجنتال مكانه فين الكونجنتال ده في البيز اوف ذا برين. انا بعرفها ازاي بقى بعد ما اشرحها وهي ميته كده اطلع البرين الاقي من تحت مليان دم من تحت اتوقع ان دي رابتشر بين الانيوريزم خلاص سبب شهير جدا وبيموت ناس كتير
ماشي يا جماعه. ينفع برضو الانيوريزم دي تكون اكوايرد، مثلا واحد عنده سب اكيوت باكتيريا اندوكاردايتس وكل عنده فيجيتيشن كده على الفالف، كل شويه يطلع منها حته كده ثرومبس ولا حاجه تمشي بتطلع مع الاورطة وتطلع تروح طالعه فوق على الارتريز بتاعت البرين، وكل ما تطلع لفوق الارتريز رفيعه 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 لحد ما توصل لمكان في الاخر كده تروح راشقه فيه تعمل لي انيوريزم، اسمها اكوايرد انيوريزم، اسمها مايكوتيك او اكوايرد انيوريزم. دي دايما بتكون موجوده فين بقى؟ دي موجوده على البرين من فوق على الفيرتكس بقى، لان فوق الارتري رفيعه ممكن يحصل فيها كلام ده. خلاص يبقى الانيوريزم يكون جينيتال ودي في البيز اكتر في الفيميل، يا اما اكوايرد اللي هي المايكوتيك انيوريزم ودي دايما بتكون في الفيرتكس موجوده من فوق. خلاص ماشي يا جماعه. خلاص دي انواع الايه الانيوريزم اللي عندنا وده الباثولوجيكال. ينفع بقى السب اركنويد يكون تروماتيك؟ ركزوا على الحته الجايه دي، حته صغيره بس يعني رزله شويه. ينفع تروماتيك يعني واحد ياخد ضربه تعمل له سب اركنويد هيموج؟ ممكن لو كان مثلا ضربه على الفرايتال او التمبرال اريا او الحاجات دي ممكن تعمل سب اركنويد هيموج. خلاص لكن في حاجه يبقى دايما هتلاقي الدم موجود فين في التروماتيك؟ يا اما على البرايتال يا اما على التمبرال اريا يا اما لو الضربه من قدام تبقى موجوده في الفرونتال بول كده الحته اللي قدام. خلاص طب لو لقيت الدم موجود في البيز اوف ذا برين ده لازم يكون باثولوجيكال؟ لا لازم يكون رابشر انيوريزم. اه غالبا رابشر انيوريزم، لكن في نوع واحد بس من التروماتيك بيعمل نزيف تحت. تيجي ازاي دي ان شاء الله بقى؟ يعني احنا متعودين عشان يحصل نزيف من الضربه هيحصل في المناطق اللي بتتضرب اللي هي التمبرال برايتال فرونتال حاجات زي كده. خلاص امتى بقى يكون تروماتيك ورغم كده موجود على البيز اوف ذا برين زيه زي الباثولوجيكال؟ لا هي حاجه سبب غريب شويه. لو واحد خد ضربه في المكان الخطير ده الحته دي خلاص المكان ده سيف يد كده ايوه بص يا جماعه في المكان ده في المكان ده في هنا ارتري ماشي اسمه فيرتبرال ارتري واحد زي الناحيه الثانيه الاثنين بيطلعوا في الفيرتبرا الفورامينا مع بعض كده وبعدين يتقابلوا عند الفوريم الماجنم يدخلوا يعملوا حاجه اسمها البازل ارتري. في المكان ده على مستوى الفقره العنقيه الاولى سي بي 1 الحته دي بيبقى كل المكان ده مكشوف ليس بروتكتد. لو جت بالصدفه لو جت ضربه في المكان ده خلاص في الابر بارت اوف ذا سايد اوف ذا نيك خلاص تعمل لي تير في هذا الفيرتبرا الارتري يبدا يحصل منه نزيف في البيز اوف ذا برين خلاص بيسموها اي حاجه نادره بيسموها السي بي 1 الاسم ده مش عليكم اسمها السي بي 1 سندروم لان الضربه بتحصل على مستوى السي بي 1 الفقره العنقيه الاولى هي دي الحته الخطيره دي كان ده خلاص ده النوع الوحيد التروماتيك سب اركنويد هيمريج ورغم كده موجود في البيز خلاص انا بصفه عامه لو بشرح واحد ايه عنده سب اركنويد هيمريج في البيز من تحت يبقى ده باثولوجيكال رابتشر بيري انيوريزم الا في الحاله الوحيده دي اللي هي التروماتيك ايه تروما تو ذا ابر سايد اوف ذا نيك ماشي يا جماعه خلاص الساعة 8:30 بقى يبقى احنا واقفين على الانتر سيريبرال هيموريدج نكملها بكره مع البريك.